أنا سعيد جداً أن وصلنا لهذه المرحلة الآن اللي هو السيشن الخامس، مع أني لما حكيت أنه بلال حكى لي أنه شوية يعني معيقات قادرين تحضروا، في عدد كبير منكم ما حضر يوم الامتحان، لكن إن شاء الله بما أنه كان في تسجيل للورشة أو السيشن في يوم الامتحان إن شاء الله كلكم تكونوا عوضتم وحضرتم وشاركتم في تجهيز أو تعويض المحاضرة اللي غبتوها. في مجموعة برضو عملت الأسايمنت اللي بعد السيشن الثاني، في مجموعة ما عملته إن شاء الله أنه اللي ما عملوه بيعوضوه أو بيعوضوا عند بلال لاحقا في شغل جديد. الآن أنتوا يعني قطعتوا مسافة كبيرة جدا حقيقة في هذا الموضوع أو هذا المشروع، وأنا سعيد أنه أغلبكم من سنة ثانية وسنة ثالثة، لأنه حقيقة أنا بسنة رابعة في الإقامة كنت أو كانت معرفتي في الأبحاث العلمية أقل من معرفتكم حاليا بعد هذه الورشة، فأنتم في مستوى طب سنة ثانية وثالثة، عشان مريم ما تزعل علينا سنة رابعة، في بعضكم سنة خامسة، أنتم الآن يعني وصلتوا لمرحلة من المعرفة في أساسيات البحث العلمي متقدمة جدا مقارنة ب غيركم. ناقشتوا الستدي ديزاينز والليميتيشنز، ناقشتوا الشيء المهم جدا اللي هو كرييتنج ريسيرش ايديا، وبرضه شيء مهم جدا الليترشر ريفيو، كيف تراجعوا كل الاشياء المنشوره سابقا، الكريتيكال ريدنج سكيلز، كيف تبعدوا عن الببلشرز اللي يعني بيضحكوا على الناس قاعدين وبيطلبوا ارتكلز والمجلات غير معتمده عالميا وبكون البحث راح يعني على الفاضي. الاناليسز ستاتستيكال اناليسز مهم جدا، واليوم راح تحكوا عن الداتا كوليكشن سكيلز، عن المندلي اللي هي يعني المعشوقه الجديده لبلال اللي بلال جدا مستمتع فيها حقيقه، علمني فيها كثير اشياء، ففي شغل كثير تعلمته، وهذا الشغل انا بتمنى منكم هو هذا الجزء السهل من حياتكم البحثيه، ودائما اصعب مشروع في البحث العلمي هو اول مشروع، فبما أنكم تعلمتم الأسس بشكل صحيح وبما أنه الآن عندكم كلكم نية تستمروا في العمل البحثي، وأنا طبعاً وبلال بحكي باسمي واسم بلال أرحب بأي شخص فيكم عنده أي فكرة بحثية، كل اثنين أو كل ثلاث مع بعض إحنا جاهزين نتبنى أي فكرة بحثية ونحاول نشتغل عليها معكم حتى هذا الجهد اللي عملتوه أنتم يطلع فيه إشي مثمر ويكون في مشاركة بحثية ذات مستوى منكم في المشاريع البحثية القادمة. ما ضيعوا هاي الفرصة حقيقة، أنتوا أنجزتم شيء كثيرون لم ينجزوه، طبعا إحنا عرضنا الفرصة على كثير من الناس لكن مش الكل يعني قدر هذه الفرصة، أنتوا قدرتوا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتم، وأنا بعرف يعني الكواليتي اللي بيقدمها بلال، لذلك أنا يعني مطمئن أنه قدم لكم الحد مش الأدنى، الحد المتوسط على الأقل من ما يحتاجه أخصائي في موضوع البحث العلمي، فهذا تقدم لكم وأنتم يعني طلاب، فأنا متأكد أنكم راح تبنوا عليه وراح تتقدموا فيه. الآن بعد ما تنهوا هذا السيشن أنا بتمنى كل واحد فيكم في العطلة القادمة يكون فكر في فكرة بحثية، كل واحد أو كل اثنين كل ثلاث مع بعض، ما عندي أي مشكلة أن نحاول وأن نتابع نبني على هذا المشروع البحثي أو هذه المعلومات أو الأسس اللي تعلمتوها، نبني أفكار بحثية نتناقش فيها، ما عندي مانع نعمل ريسيرش كلب ونجتمع دائما كل أسبوعين كل ثلاث أسابيع في القاعة اللي عندنا في الباثولوجي نتناقش فيها في أفكار بحثية، كل شخص يقدم نعمل كريتيك للأفكار، نعمل ليترتشر ريفيو مع بعض، كل هذا الموضوع أنا جاهز للعمل عليه والمساعدة فيه قدر الإمكان، تمشوا في أبحاثكم، لازم نشتغل أكثر ولازم يكون في quality research. إحنا الخطة الجديدة في الطب أنا أعتقد أنها حاولت تقدم الحد الأدنى من أساسيات البحث العلمي للطلاب حتى يكونوا يعني أخذوا ما هو مطلوب من طالب طب، لكن أنا بتمنى منكم أكثر من هيك، بتمنى منكم غير مشروع البحث اللي مطلوب منكم كطلاب تعملوا paper أو two papers، وأنتوا خاصة طلاب سنة ثانية وثالثة معاكم لسه متسع 4 سنوات وأنتوا في الجامعة اللي تقدروا تعملوا فيها more than paper، ودائما أصعب شيء هو الورقة الأولى، بعدها بيصير في involvement أكثر engagement أكثر في research projects، وبيصير تأقلم أكثر على تحمل المعيقات وضغوط
رفض الأوراق العلمية وضغوط أحيانا صعوبة تجميع الداتا، كل هذه الأشياء يعني الأوبستكلز راح تشوفوها. أنا اليوم قاعد معكم أنا بستنى في بيبر بطلع عليها إلها تقريبا 6 أشهر سبميتد، وأنا بواثق من محتواها العلمي إنه ممتاز جدا، لكن حتى الآن ما سمعت أي جواب من المجلة. يعني البحث العلمي بشكل عام ليس رحلة سهلة، لكنها يجب أن تبدأ. وأنا متأكد الآن إنه الناس اللي ركزوا فيكم في أثناء هذه الورشات وهذه السيشنز سيكون عندهم جزء كبير من المعلومات التي يحتاجونها لأن يكونوا في المكان الصحيح في البحث العلمي. أنا بدي أستأذن من بلال إنه ممكن إحنا نوقف الريكورد شوي ونسمع من الطلاب النيجاتيفز يستفيدوا، أنا ألحقهم بالاستفادة لاحقا بإذن الله. إن شاء الله. أعطيك العافية. الله يعافيك. مع السلامة. أوكي. دكتور محمد خلاص طلع. تمام. يعطيكم العافية. مثل ما حكى الدكتور محمد يعني إن شاء الله اليوم هي آخر جلسة. حتكون قصيرة لأنه خلصنا كل الشغلات الصعبة. الشغلات اللي بدها الهيفي برين يعني لود خلصناها. الكريتيكال ثينكينج والشغلات. هلا حنفوت ب يعني البيسك بصراحه ممكن نسميها سليف تاسكس. أسوأ بارت من الريسيرش اغلب الريسيرشات هي الداتا كولكشن. المايك شغال تسجيل شغال تمام. فأسوأ بارت للاسف هي الداتا كولكشن. ليش؟ لانه بتاخذ اكثر وقت. يعني تخطيط الريسيرش بياخذ مثلا شهر شهرين لحتى يبلش حسب يعني طبعا همتكم. الكتابة كمان حسب همتكم، ولكن تأخذ لها 3 شهور شهرين حسب. يعني في أنا ريسيرش كتبته أنا ودكتور إيات اللي هو الحمد لله قبل البارحة الصبح كتبناه بحوالي شهر يمكن يعني فكلها يعني شهر شهرين. أما الداتا كولكشن أحيانا بتأخذ لها 6 شهور بتأخذ لها سنة سنتين حسب كمية الداتا وحسب كم عدد الناس اللي يشتغلوا. ولكن هي كمان شغلة مهمة. ليش؟ لأنه كل الريسيرش تبعك هو عبارة عن داتا. You should be able to do this job properly. طيب فهذا اللي حنتعلمه إن شاء الله بالسيشن هاي. حنتعلم the basic skills أو the principles of data collection. طبعاً كل مشروع له داتا مخصصة له variables أنت حتهتم فيها، فحيكون شو بده يعني بده يكون في application منك أنت تطبقها. أنا ما حقدر أكون consultant لكل فكرة بتخطر ببالك كيف بدنا نجمع الداتا تبعه، ولكن حنعطي شو أمثلة مفروض أنتوا تعمموها كالعادة مثل اللي كنا نعمله بالسيشنز الماضية. بناخذ نحن برينسيبل المفروض انت بعدين تقدر تطبقه على باقي الدراسات اللي ممكن ان شاء الله انت تعمله. فخلينا نساوي شير سكرين هلا. شير سكرين. اوكي. ف كيف بدنا نبلش؟ انا بقول نبلش ب اوكي. هي الداتا. طبعا بس تذكير لكم وحذكركم إن شاء الله بآخر السيشن، وحينزل بوست على الفيسبوك لا فيدباك فورم. فيدباك فورم هذا بس حاب هيك أسألكم أسئلة سريعة عن يعني الوركشوب هاي اللي أخذناها خلال الأسبوعين الماضيين. شو رأيكم فيها؟ إيجابيات سلبيات؟ شو اللي حبيته أكثر شيء إلى آخره؟ ما بتاخد يعني ما حتاخد منكم أكثر من 5 دقائق 10 دقائق ماكسيمم. يعني لو أنتوا يعني حبيتوا تكتبوا كتير، فهي كلها 4-5 أسئلة صفحة واحدة. ويعني هي يعني الوركشوب ما بعرف صراحة هلا ما قست أنا كم ضلت معنا، بس حوالي 15 ساعة أخذت مجرد جلسات زوم غير التحضير. فيعني لو بتوفروا أنتم من وقتكم لإلي 5 دقائق إن شاء الله أسمع رأيكم فيها، كون أنا هالشغلة يعني أول أبريشيتد كتير، وإن شاء الله حتفيدنا بالوركشوبس إذا صاروا بالمستقبل ولا الطلاب المستقبليين كمان. طيب هلا بالنسبة للداتا ما بعرف مين بدنا نمسك اليوم حتى يحكي معنا. أنا عبادة طوعت. أهلا وسهلا. على فكرة أنت لسه ببالي لأنه في شغلة بدنا نرجع على حكيك، بس ممتاز أنك أنت طوعت. هلا الداتا لحد طبعا هي السلايدز اللي استعملتهم بالورشة الماضية من برازي، بس هلا ما حنحكي عن الاناليسس، بس حنحكي عن كيف الداتا كولكشن. لحتى تعرف تجمع داتا صح لازم يكون عندك basic understanding of the types of data. موضوع جدا بسيط يعني a 4-year-old can do it. فالداتا أي معلومة ممكن تكون numerical أو categorical. numerical يعني شغلة بالنمبرز قياسية بتقاس، يعني 1 2 3 و2 ضعف الواحد والواحد
نصف الاثنين وهكذا، مثل الايج والهايت والنمبر اوف تشيلدرن والشو سايز. حلو. او نفس الضغط الدم ومثلا الفاستنج جلوكوز والهارت ريت، كلها هاي الشغلات والايج فهي كونتينيوس فاريبل نيوميريكال. كيف بتكتبها؟ تكتبها نيوميريكال، يعني ما يعني تذكروا انتم لما جمع لما كتبتوا مثلا الفورم التسجيل كنا نقول لك رايت ان نمبرز مثلا، او هذا او الفورم اللي قبله ما بتذكر، يعني مثلا واحد عمره 20 سنه ما بتكتب 20 مثل ما هيك 20، لا تكتب لي 2-0. فهي يعني basic principles مفروض يعني no one should ever get it wrong، بس تدقوني في ناس they do. يعني أنا اشتغلت بعدة projects، أنا هلأ في 4 الحمد لله successful projects خلينا نقول سويتهم، بس أنا اللي شاركت فيهم 6 أو 7 فلقيت مشاكل كبيرة يعني. سكر هاي الشاشة. طيب فهي رقم واحد. هلأ الratios كمان numerical variables، يعني إذا بترجعوا للتسجيل الأول لا الثاني مع عمر مع دكتور عمر عبيدات تتذكروه تبع البون والبليتس والنيلز، تتذكر يا عبا هذا مزبوط؟ في عندك الأندرسون جستالفو ولا شغلة أندرسون سكور تبع البونز، هذا شو بيكون؟ بيكون ratio، بيكون السكور مثلا من 1 إلى 5 severity مثلا شغلة معينة، أو الجلاسكو كوما سكور. الفول سكور هو 15 من 15، مزبوط؟ بس انت لما تيجي تجمع داتا ما تعد تعمل لي الحركات هاي، ما تحط لي الدينومينيتر اسف الرقم التحتاني ما في له داعي، فبتحط فقط الرقم اللي فوق. فنفس الشيء اذا مثلا عم تعبي جلاس كوم سكور ما بتحط لي اذا واحد فول سكور ما بتكتب 15 على 15، بتكتب فقط 15. تمام. فهي سواء عم تحكي انت نيوميريكال ما يعبادة صح، انا سكتت فجاه يكون صار شيء. طيب فهي هي numerical it's very straightforward. يعني صراحة التفصيل بين continuous and discrete مو كتير فيه، يعني مو كتير يعني بالطب الأخير data collection متشابهين يعني، فما احنا حكينا عنه كتير لأنه ما قلنا داعي هلأ بالdata analysis. الcategorical data يعني اللي هي شو الأقسام أو الأجناس. طيب فلما يكون عندك الeye color الgender male و female blood type يلي سألنا مين سألنا مرة ماضية عبادة ولا عربي عن الريجريشن وعن انه الاناليسس. المهم البلد تايب اذا عم تحكي او وبي واي بي واي هي شو كاتيجوريكال، هي كاتيجوريكال تايب اوف داتا. طبعا ما حدا منكم يفكر انه هي اوردينال. هلا شغلات ابدا ما في اي تداخل بيناتها وما في اي تدريج بيناتها. طيب كون الإنسان مثلاً سوري أو مصري أو عراقي أو أردني ما في تدريج، ما فيك تساوي رانكينج إلا الألفابتكلي، بس طبعاً الألفابتكلي means nothing when you are analyzing data. ولكن لما يكونوا أجناس مختلفة ولكن في يوجد تدريج بيناتهم، مثل شو؟ مثل like a scale. إذا أنت عم تنزل مثلاً questionnaire وعم تسأل الناس ما مدى مثلاً رضاك عن الورشة هاي مثلاً أو عن المنتج الفلاني، ومن 1 إلى 5 يكون شو على الطرفين راضي جدا غير راضي ابدا وبالوسط متوسط، فهذا بيسموه اوردينال فاريبل لانه في اوردرينج وان لم تكن ارقام. هتقولي شو الفرق بين هاد وبين الكونتينيوس او النيوميريكال فاريبلز؟ الفرق انه لما واحد يقول انا راضي جدا، هل فيك تقول انه راضي جدا هي ضعف راضي قليلا؟ لا. او راضي قليلا هل هي ضعف أو هل هي متساوية لغير راضي قليلاً؟ لا. فما فيك تقسمها، ما في علاقة رياضية بين هاي الكلمات، هي مجرد تقريب هيك، فبنسميها ordinal variables. فمهم أنك تفهم الشغلات هاي لأنه لما تدخل الداتا على الإكسل شيت حيكون يعني قد يختلف الأسلوب أو يختلف بالأناليسس. طبعاً العلم بالتدريج ما هنحكي عنه كتير، بس حكينا الآي كولر مثلاً والتايب أوف دوغ بريد أو بلود تايب، يعني الأي والبي مختلفين تماماً. الأي بي هي يعني الاثنين مع بعض يعني، فهون الاناليسس هي الشغلات ما حنحكي عنها اكثر من هيك. الاوردينال قلنا مثلا pain severity very painful extremely painful، هي كلها شو اوردينال. satisfaction ومود هي كثير الاوردينال variables كثير كثير بتشوفوها بالبيهيفيرال ريسيرش او بالشغلات تبع الكويستشنيرز يلي دائما بتنزل اونلاين. ما قيمه رضاك، ما قيمه اعتقادك بالشيء الفلاني، هل تؤيد الراي الفلاني؟ دائما بتلاقيها اوردينال سكيل او لايكرت سكيل. لما يكون مكتوب مثلا continuous جنب عبادة معنا؟ مرات فجأة
مرات بيكون مكتوب continuous جنبها normal أو هذا يستلزم مكان عبادة كأنه راح. آه معك دكتور صوتي واضح؟ يعني أي حدا بس هيك شو مشان نكمل دكتور. حكي. طيب دكتور بيحكي عبادة هلأ. بس أنت مش سامعه كأنك. خلصنا هي types of data بسيطة. بالنسبة هلأ لي تجميع الداتا ما حدا يتطوع، بدنا حدا يتطوع بس يفتح المايك يسمعنا صوته. مش سامعنا؟ سامعنا؟ مش سامعنا بدور. مش سامعنا دكتور؟ اه حكيم شكل الأصوات مسواش. We are talking. الأصوات كيف الأصوات مو واصلة؟ أنا أبدا مو سامع أي حدا. أنا صح شفت المايك عم يتحرك بس والله مو سامع أي شيء. طيب على كل حال باقي 4 دقايق ويسكر علينا الريكورد، فخلينا نسكر بركي زبطت. هلا بركي لو سكرنا وفتحنا مرة تانية تنحل المشكلة. يلا نفتح اللينك مرة تانية. طيب بسم الله. فهلا نجي للداتا كولكشن. في عدة شغلات بدنا نشرح بالداتا كولكشن. هلا شرحنا انواع الداتا، سمعتوها صح؟ كانت امور ماشي، انا ما سمعت حدا بس يعني وضحت الصوره. سمعتك تمام. هلا بالنسبه نعم نمرات الكونتينوس داتا بيكون مكتوب جنب كونتينوس نورمال كونتينوس نوت نورمال. ايه هاي عن statistical distribution. شو يعني؟ يعني مثلا خذ الطول جيب داتا حللها ولا ما حللها، ما في داعي، لا هتاخذ وقت. بس بتعرف الهيستوغرام انت يا عباده فهمانه؟ الهيستوغرام مفروض يعني اذا قلنا هيك الافريج هايت مثلا للذكور 170 سنتي، لا اي 170 يا زلمه 178، والغالبيه مثلا شو بين هذا الطول وهذا الطول، بين 185 وبين مثلا 170 هذا. فاذا كان كتير سكيود او في شغله يعني لو اغلب الذكور مثلا كانوا قصار حيكون هيك، حيكون اغلبهم مثلا تحت ال 170 وهدول حيكونوا لاعبين كره السله بس. فهمت عليك. طيب فقصه النورمال والنورمال هي هذا مصطلح statistics يعني يؤشر الى هل الداتا balanced on both sides متساوين، الناس اللي كتير كتار عاليين وكتير واطيين ولا في proportion. ايه على كل وهذا كمان شيء مهم طبعا، هذا كله مهم اللي حكيته، لانه لما تيجي للستاتستيكال اناليسس ممكن الستاتستيكال تول تختلف اذا ما كانت الداتا نورمال او اب نورمال. اوكي هلا الدكتور محمد القضاه فعلا حكى شغله مهمه، لما ما بعرف متذكر مين اللي قال انه يمكن عباده انه كان الوركشوب ناقصه في الستاتستكس. هي اصلا مو يعني نحن اصلا ما حاولنا نشرح فيها ستاتستكس، هي كانت هذا unintended side effect خلينا نقول للبيبر الماضية لما حكينا فيه عن limitations تبع الاي بي او هذيك. يعني حكينا على السريع عن شوية statistics، كان الغرض منا نقولكم انه مهم تتعلموا مو الغرض انه نشرح الستاتستكس، لانه هذا مثل ما قلت لكم شيء يعني بياخد اشهر للدراسة لحتى تخلصوا درجة البيسكس، بدكم تدرسوا هيك لحالكم فترة يعني. فمثل ما قال الدكتور محمد هي الشغلة ما حتتعلموها بيوم وليلة وحرام تنعطب workshop. هلا انا فيني اعمل لكم workshop والله يلا 10 ساعات نحكي فيها هيك بس حقيقة لا بكون عم بغشكم، أنا بكون متأكد أنه رح يطلعوا ناس من الوركشوب ناس بيلحشوا كل شيء على الـ SPSS أو جاموفي بيطلعوا أرقام وهنا مو فهمانينا، مو هيك بتندرس الستاتستكس، بدها تنهضم يعني على مهل. فأكيد ما حتوصلوا لدرجة مثل ما قال دكتور محمد، ما حتوصلوا لدرجة أنكم to completely and confidently analyze your own data من مرة واحدة. هي واحد. ليش؟ لأنه الموضوع بياخد وقت، هي يعني أول شيء. الشغلة الثانية أنه you will always learn more as you do more research. يعني أنا هلأ عم الريسيرشات الجداد اللي عم ساويهم عم بتعلم فيهم شيء جديد as I am working. الفكرة أنه you يعني أنك أنت أول شيء تتعلم البيسكس لحتى يصير يعني تفهم الشغلات الكومون اللي كل ريسيرش يعتمد عليها تقريبا، التيتس، الأنوفا، الكاي سكوير، يعني بلش هون أنت قول بسم الله، بعدين خلص بس تحتاج شغلات تانية بالمستقبل بتقدر تدور. فأنا هلأ يعني لكم ريسيرش إن شاء الله اللي حينشر خلال هذا الشهر الجاية
أو يعني تعلمت في تست جديد لأنه ريفيور طالبنا فيه على فرونتيرز قالنا الشغلة هاي أنتم مثلا عاملينها ناقصة أو مو كافية عملوا لها تست. رحت تعلمت التست اللي بحتاجه للحالة مثل هاي وساويته. وكمان في هلأ إن شاء الله هنحكي عنها بالبروبوزل يعني you can learn new things. فهي الشغلة بتاخد وقت عادي يعني مو إنه لازم تمستر الأكيد داتا أناليسس ما راح تتعلم كل شيء من مرة واحدة. ولكن مثل ما قال لكم الدكتور يعني كمان هو صعب الواحد يتعلم لما يكبر فما تسوفوا الشغلة هاي على الأقل تعلم البيسكس هلأ والله بوافقك إن شاء الله تتعلم الشغلات الأدفانست بس بلش البيسكس من هلأ. ليش؟ لأنه العلم في الصغر كان نقش في الحجر. لما تصير عمرك 30-40 سنة بكرة إن شاء الله على فكرة إذا أنتوا صرتوا أخصائيين حيكونوا تحكم طلاب وحيصيروا هنا يشتغل الشغل فأنت بحياتك ما يعني راح تصير تستكسل بعدين وكمان ما راح تنشغل كمان يعني تعلموا قبل أن تسودوا في مقولة الإمام الشافعي إنه بكرة لو صرت أنت يعني كبير من الكبراء خلاص ما بتبطل تلحق تتعلم. فيلا هلا بالنسبة للداتا أناليسس نحكي شغلة فأنت دائما يعني لما يكون عندك بلان لريسيرش معين بدك شو إذا هذا الريسيرش من النوع اللي بده داتا مثل الكوهورت مثلا أما الكيس ريبورت تعرفه ما بده داتا كولكشن يعني لا داتا هيك على الإكسل شيتس بس لو أنت عم تساوي بروجكت بده داتا كولكشن فبدك تجهز شو الشيت. حكينا عن هذا الشيء لما كنا مع عمر عبيدات فبنروح أنا عندي تمبليت مثلا ساويته شغلة شبيهة بهي داتا كولكشن شيت فتحت أنه المرة الماضية يمكن بس هلا بنحكي عنه شوي بالتفصيل. فهي شغلة موحدة. أنا هون ليش حاطط X؟ لأنه هون بدنا نصير نضيف الفاريابلز. طيب ولكن أنت دائما حتبلش هيك. هاي الشغلات المتفق عليها دائما الـ ID الـ date of birth أو الـ age والجندر male or female فبتصير تكتبها هيك الـ event date. هلأ هاي الشغلة بدي نبه عليها لأنه وقعت فيها بالفخ أنا للأسف لما كنت عم بشتغل إنه ديروا بالكم الديت تكتبوه غلط. يعني شو؟ يعني في ناس بيكتبوا مثلا شو اليوم 10/6/2022 10 ولا 11 صرنا 11 ماشي. فالمهم 10/6/2022 في ناس شو بيكتبوا 6/10 فهي شو ما هيك تنكتب اصلا مضبوط صح؟ لا ما في شيء اسمه هيك. البريطانيين بيكتبوا شغله والامريكان بيكتبوا شغله مين الصح؟ اثنين. لك ما في شيء انت بدك تساوي اناليسس يا ابن الحلال بكره بدك تجي انت ليش هذا الشيء مهم. هلا شوفوا اللي منكم بده يعمل ريسيرش باطني اعمل اللي انت بتحبه انت حر ما حتاثر يعني امور بسيطه جدا في الباطني. ليش؟ رجال عمره 50 سنه 51 سنه 49 سنه ما حتفرق كثير بيولوجيكلي سبيكينج يعني الا لو انت عم تحكي عن سكور معين ورح تعطيه نقطه زياده اذا كان فوق او تحت العمر هالفلاني مثل التيمي سكور اللي منكم دار سنة رابعة فهو 75 بياخد نقطة فهي حتفرق بالحالة يعني غير هيك أمورك ماشية. بس أنت يا عبادة لو عم تعمل ريسيرش أطفال ركزوا معنا ليش؟ لأنه هي نقطة مهمة فيصلية. لو عم تعمل ريسيرش أطفال على النيونيتس والنيونيتس هذا بتكتب عمره بالأيام وربما بالساعات فهذا النيونيت هلأ طالع من بطن أمه ما صار له ساعة وواحد مولود صار له أسبوع تفرق وبتفرق كتير فبدك تكتب العمر بدقة. فهنا ما بيبطلوا يعني عادة ما بيكتبوا أصلا أنه مثلا 2 days old ولا 20 hours old. بتعرف شو بيعملوا؟ بيكون عندك شو؟ بيكون عندك خانتين صراحة هذا أسلوب حلو date of birth و event date. فبتكتب مثلا شو أنا date of birth تبعي 17/6/1990 والإيفنت ديت مثلا فرضا لا سمح الله انا هلا رحت على الطوارئ صار معي شغله فشو بنكتب اليوم تاريخ 11/6/2022 حلو. فلما بدك تعمل داتا اناليسس على شيء بتعمل بتفوتوا على السوفت وير اللي هو هذا ما حنحكي عنه هلا هي شغلات بسيطه فيكم كلكم ان شاء الله تتعلموه لحالكم على راحتكم يعني جوجل دائما از يور فريند. بالاس بي اس اس مثلا بتفوته بتقول التاريخ الكبير اللي هو هذا ناقص هذا بيعطيك العمر وبتعمل هيك لكل المرضى عندك هو اوتوماتيكلي بيسوي لك كرييشن لخانه جديده اسمها الايدج. فهمت شلون؟ اللي هي E2-B2 يس بس طبعا مو على الاكسل يعني لانه يمكن بتنعمل على الاكسل بس ما بعرف كيف انا كنت بعمل على الاس بي اس. المهم انه ك
يعني enter your data precisely خصوصا ال date لأنه بتأثر. هلأ إكسل فيه شغلة غبية إنه لو بتكتب بخانات معينة مثلا هيك لحاله بيغير لك إياها. شايف أنا كتبت 2/2 حط 2 فبروري فبيعمل لك مشاكل بالديت. أحيانا ممكن أنت تكتب 12/6 بيصير يبدل لك إياها. أنت مثلا طبعا هذا الشيء لازم تتفق مع فريقك, هل إحنا عبي day month year ولا month day year, المهم تتفقوا. بس ممكن الأكسل يعكس لك إياهن حسب السيستم أمريكان ولا كذا الديفولت. فأنت شو بتعمل؟ أنا هي شغلة سويتها على التمبليت هي already جاهزة, إنه لو بتروح على البروبرتيز أو الفورمات شو محطوط؟ text يا عبادة. يس. فهو هلا أنا فهمت الأكسل إنه يتعامل مع مع الكولوم هذا إنه هو كلام, الأرقام بيفهمها على أنه كلام, بيحطها مثل ما هي بترتيبها ما بيغيرها. فهون 2/2 بيتركها مثل ما هي, أما هون 2/2 بيغير لي إياها. ليش؟ لأنه هون متروك على الديفولت على الجنرال, هو لحاله بيغير أرقام, أما هون تكست. المهم فأنتوا الديتس تبعكم احرصوا على أنه تدخل accurately, حرصوا على أنه تدخلوا day month year أو month day year whatever, بس أنه تكون formatted. أنا بدخلها day month year لانه الاكسل الاس بي اس اس بيتعرف عليها. طبعا هي شغلات فيري تكنيكال, انا متاكد بلشتوا تملوا انتوا احرار, بس هي شغلات مهمه وراح تندموا لو غلطتوا فيها بعدين, خصوصا لو الريسيرش تبعك يعني فيري ايج ديبندنت. انا كان عندي ريسيرش اللي هو هذا ان شاء الله هينشر قريبا, البانكرياتايتس, يعني كده عم نحسب اعمار اطفال وكانت تفرق, فتعاملنا معهم بالاسلوب هذا اللي عم قلكم عنه. جمعنا هيك الدكتور اياد التميمي فعلا كان فهمان الشغله وحريص عليها منيح, فخلاني انا اجمع الداتا تنتين وبعدين فوتنا على الأكسل وحسبنا الأيج. المهم فعندك الأيج والجندر, وهون أي variables جداد شو ما حبيت تجمع. يعني مثلا كنا عم نعمل عن قصة الريسيرش البارحة تبع الـ ABO, فبنحكي والله الـ blood type O واحد, blood type B بدكم تتفقوا كمان. يعني مثلا ما حدا يعبي capital لأنه الـ B شغلة والكابيتال شغلة بال SPSS مثلا او بالاكسل حسب السوفت وير تبعك. فيعني المهم صراحه انتم دائما ريحوا حالكم, انا تعودت انه ما اعبي شيء بالكابيتال. المهم تكتبوا مثلا ب اي بي او وهكذا. ممكن يعني كالعاده ما حنعيد الشغله, هي اخر مره اعيدها. مو كل واحد يعبي لي مثلا يكتب لي تايب او, لا هيك رح تنجلطوا بعدين لما تيجي تساوي اناليسس. بدك رح يكون في عبد فقير مسكين اللي هو انا بالحالات اللي صارت معي, يعني راح يكون في واحد مسكين اللي حتعطوه الداتا ينظفها حيقعد عليها ساعتين او ثلاثه بس يصحح الشغلات هي لحتى يوحدهم يساوي الاو او وهيك. المهم وبتضيفوا الفاريبلز, مثلا كنا عم نحكي عن السباق او سرعه انهاء السباق تبع الاي بي او, بتكتب والله مثلا 21 كيلومتر تايم كم اخذت منه, هذا مثلا 60 دقيقه, هذا 59 دقيقه وهكذا. بس كالعادة ديروا بالكم من الشغلات هاي, فصحح ساوي فورماتينج بحيث شو, بحيث انه ما يلعب فيهم. شايف شلون عم يلعب فيهم؟ فانت قل له تكست تأكد انه هاي شو, يعني تأكد من قل له هاي مثلا نمبر بحيث ما يصير عندك مشاكل بعدين وانت بتجمع داتا, مو تقعدوا تجمعوا سنة بعدين تلاقوا انه في بعض الناس عطيهم شغلات مثل هيك. المهم ونفس الشيء للأذر variables. هلأ outcomes مهمة بدك تقرر عليها لما تبلش الستدي, مو لما تخلص الستدي تقول والله بدنا نشوف الأوتكم تبع المورتاليتي وما تكون أصلا مجمع المورتاليتي أو الريكارنس. فشغلات مثل هيك بتقول والله هون صفر مات, هون هذا عاش. هلأ شغلة مهمة يا عبادة, مات وعاش إمتى؟ ليش؟ لأنه هلأ كلنا حنموت بس امتى؟ فبدك تحط solid outcomes بالproposal, وهذا ان شاء الله هلا حنفتح البروبوزل وحنحكي كيف نعمل الشغلات هاي. فبدك تقول لي طبعا هاي معروفه شو حكيت وسكت الصوت والله عم يقطع عندك. طيب فمثلا اي حدا بيقرا الريسيرش بيعرف انه في عندك مثلا مورتاليتي ات 30 دايز انا بشوف شوي صوت قطع هلا زبط. فعندك مورتاليتي ات 1 يير, مورتاليتي ات 30 دايز, ات 6 مانثس, ات 7 دايز افتر ادمشن, مورتاليتي ديورينج ادمشن,
أو مرتاتي at hospital discharge، يعني هل هو طلع من المستشفى عايش أو ميت. صراحة هي أسهل شيء، أسهل شيء أنه تشوف إذا المريض مات يعني بعد الديسشارج، يعني هل طلع من المستشفى حي أو ميت. ليش؟ لأنه السيستم عنا يلي منكم صار سنة رابعة، طبعا كتير منكم ما بيعرف الشغلة هي لأنه ما الحمد لله يعني ما شاف مريض ميت، بس يلي صدفت معه أو شاف طبعا أنت ما تفتح الملف بيكون عندك فوق هيك خانة صفرة يلي عليها اسمه وعمره واسمه الكامل وهكذا، وأي غرفة هو مثلا هلأ نايم بيكون لونه أصفر. إذا المريض مات لا سمح الله بيكون شو رمادي، بتصير رمادية تلقائيا بس يتسجل على السيستم يعني. فهي شغلة شو سهلة إذا أنت عم تجمع الداتا وشفت هيك فيك تكتب. أما مثلا لو طلع من المستشفى ومات بعد 30 يوم ما حتعرف، والسيستم probably يمكن ما يتغير. فبصير شو بتحتاج ساعتها، بدك يكون عندك solid design، مو تروح تكتب لي بالريسيرش إنه هو عاش. لا، إذا بدك تقول إنه هو عاش بعد 30 يوم بده يكون في follow up على التليفون مثلا، تكونوا كلكم عندكم تليفونات المرضى فيكم مثلا طلع من whatever من السيستم وهيك، وساعتها ترن عليه وتشوف تطمن عليه حتى تسجل بعدين انت يدويا. فهي يعني البيسكس، حكينا عن الشيتس الكولومز الكودينج. الشغلات شو اذا صار او ما صار بيكون شو بتفوتها اما يس او نو. بس صراحة اسرع واريح من هذا كله، انا بنصحكم دائما تتعودوا تستعملوا الصفر والواحد، لانه شو اسرع، انت بدك تجمع داتا بسرعة فما تقعد تكتب لي يس يعني. وشغلات هيك العادة تتفقوا عليها، لذلك انا شو بعمل هون كي ليكو مثلا بالتمبليت موجود كي بالشيت اللي جنبه، فهي الشيت بدها تتعمم على كل التيم تتفقوا عليها وتقعدوا يعني تكونوا قاعدين تعملوا زوم ميتينج ولا واتيفر بيرسونال ميتينج بالجامعة بالمكتبة، وتقولوا والله نحن بدنا هاي الانستراكشنز، يكون رئيس التيم او اللي هو الليدر او واتيفر الداتا انالست عندكم او اللي قاد الشغلة هي وعمل الشيت يحط انستراكشنز مفصلة هون، do not use any capitals, enter as 1 and 0 بلا بلا بلا، ولكل فاريبل ينكتب كيف يجمعه، يعني الاي دي KA00 وباقي الارقام، تاريخ هذا مثلا حكينا الايام وهكذا، الايج النمبر وهكذا. دائما كل الفاريبلز بده يشوي يعبي كل الفاريبلز الباقيين يشرحهم لحتى ما يبقى اي مجال للشك. طيب حكينا كمان الايج الكالكوليشن اوف ايج، هاي الشغله يعني فيكن مثل ما قلت لكم بعدين بالاس بي اس اس بتنعمل فيكن، يعني طالما انت شوف طالما جمعت داتا صح مثل ما قال الدكتور محمد، يعني at this point you should be able to start your own research. طالما انت ان شاء الله بلشت صح وجمعت داتا صح ما تخاف من الاناليسس بعدين، طالما انت اشتغلت صح بالاول الاناليسس بيمشي سواء انت سويته بعدين او اعطيته لغيرك، بس المهم انه تكونوا بلشتوا صح. الاوتكم نعم، بس سؤال اذا الداتا كولكشن انه انت اصلا مش انت اللي عملتها هون بيصير في مشكله صح، انه انت مثلا طبعا تحس مثلا انه يعني اذا انت مثلا اشتغلت شغل لاب ومثلا انت خليت الداتا كولكشن كان على حدا معين فيمكن هيك بيصير مشكله، بس انه هيك كل شيء رح يطلع غلط. هلا اوكي مثلا حدا اعطاك داتا وقال لك هذا الريسيرش اللي انا سويته، بنشوف يعني هل اذا هو سوى داتا كولكشن صح فبيها هو نعمت. لو سوى هي الشغلات يعني مو شرط احنا نشوف بعض، هو سوى داتا كولكشن ومشى على المنهجيه العلميه المتعارفه الدقيقه انه دخل المعلومات كلها صح وكان كله كونسيستنت، الايج كان كونسيستنت، تواريخ مثلا اليوم والشهر كانت كونسيستنت مو مره مثلا يعكسون هيك الى اخره، فطالما هو دخل معلومات صح اعطاك اياها بعدين عادي تمشي الامور. وطالما انت فهمانه الشيت مو والله يعطيك اياها ويقول لك سوي اناليسس وانت مالك عارفانه الفاريبلز بوضوح كمان، بس فالامور تمشي طالما يعني الريسيرش او الداتا تجمعت صح. حكينا انه مثلا في عندك اوتكمز يعني الفاينل دايجنوستس مثلا، هل كان بانكرياتيتس ولا ما كان، كان مننجيتس ولا ما كان، عاش ولا ما عاش. ممكن عندك اوتكمز بالسرير تبعك مختلفه، مثلا هل صار له عنده مثلا دفنس، مثلا عنده مننجيتس في عندك كومبليكيشنز اللي هي الدفنس ولا سيج مثلا هيدروكيفالس اتسترا، فصار له دفنس اتفولو اب ولا لا، يس ولا نو كالعاده. الدث او امبيوتيشن مثلا، انت عملت ستدي عن السكري وبدك تشوف مثلا خلال السنه هل صار عنده بتر ولا ما صار، نفس الشيء الشغلات كلها بدك تكون عامل لها كولومز. ليش انا عم اقول لكم اعملوا كولومز؟ لانه انا عم اقول لكم كلها خبرات، انا ما تفكروا انا عم بعطيكم خبرات نجاحي بالحياه، انا اوكي الحمد لله في نجاح بس انا كمان عم بعطيكم خبرات فشلي بالحياه. هاي الشغلات نحن غلطنا فيها لما بلشنا ريسيرش، لما انا بلشت ريسيرش من انجاتس كيف كنا نعمل؟ بتعرفوا شو كنا نعمل؟ كان هذا في عمود هيك كبير اسمه نوتس،
وشو كنا نعمل نحن المساكين؟ كنا نكتب هدك فيفر كراينج، هيك كنا نعمل في الفاضي صح راحت اتوقع جمعنا ايه بالضبط يعني مضينا فتره بضعة اشهر ولا فتره يعني طبعا مو كل شيء هيك الحمد لله ما كنا يعني سافجين لهالدرجه بس انه جمعنا بعض الشغلات كولومز وبعض الشغلات ما اهتمينا بعدين قلنا طب يا اخي ليش هدول ما عملنا كولوم لكل واحد وريحنا حاله فهي هذا اللي عم اقول لكم اياه طبعا هلا بالاخير بيضل صراحه في يعني بيضل في كولوم هيك اسمه نوتس لانه ما بتعرف ممكن يصير اي شغلات اكسبشنال exceptions يعني weird stuff that happens in your patient خلي العمود هذا إذا صار أي شيء مثير للريبة بدك تسوي له discussion بعدين بتحط إذا كان في حالة جدا خاصة ما بتنشمل بالعواميد هي بتحكي والله البيشنت الفلاني صار له هيك 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 مشان بعدين تشوف هل بدك تشمله بالدراسة أو تمسحه أو فيعني بيضل هذا العمود دائما مفيد أو إذا حبيت تتذكر حالك بمعلومة بعدين يعني دور بالله نعم هسه الداتا هاي هي بتنزل في الريسيرش صح يعني بنحطها في الشكل هذا تقريبا ولا ما ولا بنحط الكونكلوجن تبع الداتا هذا كيف يعني قصدك انه لما تنشر البيبر هل الناس حيشوفوا الداتا تبعك يعني مثلا ببين عندهم اني كيف انا كنت يعني مثلا ببين عنهم اني حاطط الديث 01 او حاطط نوتس او حاطط شيء مثلا هلا ما حدا بحياته حيهتم لو انت حطيت 01 ولا يس نو بس انا بقول لك دائما حطه يس شوف ليش بقول لكم حطوا 01 اول شيء لانه اسهل يعني ضغطة زر واحدة بينما يس بدك تضغط ثلاثة زرار هي واحد اثنين لأنه mathematically speaking راح تريح حالك لما بالداتا analysis سواء أنت سويته ولا غيرك SPSS الحقير أنا ما بحبه بس موجود عندي ليش لأنه يعني نادرا بستعمله بس ما بحبه لعدة أسباب لأنه يعني متعب جدا وأصعب من غيره وبطيء وتقيل على الكمبيوتر وبيدفعوك مصاري طبعا نحن ما بندفع مصاري نحن بنقرصنه تعرف الاي باتش هي فبس ليش انا ما بحبه كمان لانه فيه شغلات كثير امبراكتيكال منه انه as far as I know اخر مره استعملته بالريجريشن ما بيخليك يعني اذا بدك تساوي ريجريشن لاوردينال فاريبل لشغله فيها يس ونو ما بصير تساوي ريجريشن لشغله فيها يس ونو لازم تحطه صفر وواحد او بدك تصير هلا تساوي ريبليسمنت يعني بدك تفتح الشيت وتساوي ريبليسمنت وتغير كل اليس نو للصفر وواحد بينما بجاموفي وجاسب بيمشي لك اياها هو لحاله اوتوماتيكلي بيفهم انه طالما في تو جروبس راح اعتبر واحده يس واحده المهم انه ريح حالك انت من الاول ودائما استعمل صفر وواحد واسهل يعني اتس مور بروفيشنال مشي امورك هيك من الاول تعودوا نعم انت يعني تشتغل كل ابحاثك على جاموفي صح الاشياء يعني مثلا هاي كل الداتا اناليسز بتعملها على جاموفي اكثر هلا انا عم بعطيكم جاموفي وانا ما كنت بعرفه قبل السنه الماضيه جاسب وجاموفي ما كنت بعرفه قبل السنه الماضيه شو اللي صار انا طول حياتي يعني من سنه اول ما بلشت من سنه ثالثه لا سادسه بستعمل اس بي اس اس ونطيت شوي على ار بس بعدين شفت اظن بالاي اف ام اس اي وقتها السنه الماضيه ب 2021 بدي 22 حدا نزل كان في ورشه ولا كراش كورس ولا شغله وقالوا انه حندرب الناس على جاسب قلت شو هذا سويت له يعني جوجل ضغطت الويب سايت لقيت قلت والله هذا جوهره كيف انا ما بعرفه من قبل فاكتشفته بس من الفورم اللي نزلوه هذيك على الاي اف ام اس اي انه في هذا السوفت وير وهو كان ريليتيفلي نيو يعني فستيل ات از جروينج المهم انه هو اوبن اكسس ابسولوتلي فري فواي نوت يوز ات ولقيته احسن بكثير من عده نواحي بس صراحه ما بهم يعني اصلا ما في داعي حدا يسالني انا شو بستعمل اول ذا سوفت ويرز از فار از يو ار كونسرند وهذا الشيء انا حكيته بالورشه اللي هي هي ديسكفر اللي هي الورشه 101 اللي عملناها بشهر 11 السنه الماضيه يعني ببدايه هي ريسيرش ببداية السيشن الأولى تبع هذا حكينا عن different softwares صراحة it doesn't matter يعني حتساوي تي تيست بصير بجاموفي وبصير بجاسب بدك تساوي regression نفس الشيء بدك تساوي history يعني كله نفس الشيء بس ليش أنا بحث الناس على جاموفي لأنه بتريح لك من قصة البايرتينج كله وإنك تقعد يومين وثلاثة أنا بشفق على الناس دول اللي بنزلوا شو اسمه على الفيسبوك يا جماعة ساعدوني كيف فيني حمل SPSS يا اخي خلص ما انت ما بتحتاجه اصلا فصار في يعني شغلات اسهل واسرع انك تحملها
وابسولوتلي فري وسريعه يعني. اس بي اس اس كمان استعملتي صح يا اسيل؟ يعني بس انه يعني لسه انا لسه بدي اتعلم عليه اذا هاي، بس انه يعني بطيء، هو كثير بطيء وباخذ من الجهاز بصير يبطئ الجهاز كله بس يعني بياخذ وقت لتفتحي ولا حتى يطلع لك الاوتبوت بياخذ وقت، وكل ريزلت بدك تساويه يعني مثلا بدك تساوي بار تشارت ولا whatever باي تشارت، بتضغطي بتختاري بعدين بتطلع لك سكرين، بتضغطي كذا كذا اوكي، بعدين بتضغطي اوكي، بعدين بتطلع لك شاشه جديده في بالضبط الفيجر. جاموري انت شفتي ولا لسه ما بتعرفي شو بيساوي لك جاموري؟ انا الصراحه يعني هيك بس انه نزلته عندي، بس لسه ناوي على الصيف اني اتعلم عليه، بس انه لا حرام سألتك. حرام عليك اطلعي، سألتك من قبل انه شو احسن اتعلم جاموري ولا شو اسمه. هلا شوفي اصلا هذا سؤالك غلط، لانه صراحه يعني اصلا ما في شيء اسمه تتعلم جاموري او تتعلم اس بي اس اس، يعني كانه بتعرفي شو سؤالك، كانه واحد عم يسال بدي ساوي ويب، شو بيسموه هذا الويف سيرفينج، بدي اركب الامواج، بدي بتنصحني اتعلم بالعقبه ولا بشواطئ دبي؟ نفس القصه هي نفس الشيء، بس تعلمها واحد تعلمهم كلهم. ايه التشالنج انك تركب الموجه، مو انك تركبها بالاردن ولا بالامارات. ف الصعوبه مو انك تستعمل السوفت وير الفلاني، طبعا as far as نحن عم نحكي عن سوفت وير فيه كبس ار مثلا بده بروجرامينج، هذا يعني بروجرامينج لانجويج، بس اس بي اس اس وستاتا وجاموفي كلهم شو، كلهم انت عم تضغط زرار عم تدور على زر يعني ليكو. هاي الداتا تبع مننجايتس مثلا، انا بضغط هون اكسبلوريشن ديسكريبتيف، بس انت عم تدور على كبسه بيقول لك هون ديسكرايب يور داتا، بتحطي مثلا الفيفر بعدين بتقول له بلوت، شوفي شلون يعني انت مجرد كبسه زرار، فما في شيء تتعلميه انت، بس بدك تعرفي الزر اللي بدك اياه وينه. فهي عملية يعني حتى لو ما عرفتي على جوجل مباشرة، يعني انت شغل تعرفي على اس بي اس اس ما عرفتي وين تلاقي الزر على جاموفي، بتكتبي على يوتيوب هاو تو دو كذا، بس الفكرة انك تعرفي اصلا شو بدك تساوي، هي الشطارة، مو والله تعرفي وين الزر، ما هو كلياتنا بنعرف نشوف الزر. فهون مثلا شوف شلون جاموفي مو مثل اس بي اس اس هداك بدك تطلع لك كل شاشة لا مباشرة بتغيري انت اللي بدك يا لايف على يعني على الشمال تشتغلي على اليمين بيعطيك الاوتبوت مباشرة. هاي حلاوة ال وطبعا الفيجر فيك تغيري يعني حتى ملونة بتيجي جاهزة وحلوة، مو مثل الاس بي اس اس بتكون ألوان بشعة وبدك تغيريها، فمباشرة فيكي حلو. anyways نرجع لموضوعنا، فمو مهم شو بدك تتعلمي، بدك تتعلمي اس بي اس اس أهلا وسهلا، بدك تتعلمي جاموفي أهلا وسهلا، بس الصعوبة نفسها الستاتستكس وليس السوفتوير. طيب هلا نرجع نجي لقضية الداتا كنا عم نحكي. في عنا كمان شغلة مهمة أحياناً بالريسيرش تبعك، هي آخر شيء حنحكي عن الداتا كوليكشن، حنفوت على البروبوزل. هذا أكبر صراحة تشالنج صار معي أثناء الداتا كوليكشن. في بعض الأمراض لو أنت ريسيرشك عن مرض أو عن شغلة متكررة، هون بيصير مشكلة، لأنه لما تيجي تساوي داتا أناليسس ما رح تعرف تساوي لأناليسس. شو يعني؟ هلا مثلا المننجايتس نحكي هيك، انا بدي جمع مرضى يعني داتا عن مرضى مننجايتس، بنقول بلال مثلا، واحد اسمه بلال انولد بتاريخ كذا، خلينا نقول مثلا هي الاورجانيزم، خلينا نقول اورجانيزم انه مثلا هي ستريب الكوز تبع المننجايتس تبعه، بعدين واحد تاني اسمه اكس كان مثلا عنده انتيرو فيروس. حلو، طبعا هون ما حنكتب الاسم، حنكتب الاي دي، يعني كمان ديروا بالكم ريحوا حالكم من هلا عملكم، ما حدا يعمل حركة يكتب أسماء، لا تضيعوا وقتكم فيها، اكتبوا الاي ديز. طيب لأنه الأسماء يعني it's useless، رح تاخذ منكم وقت كتير بالكتابة، رح تغلطوا فيها، والأسماء بصير فيها variation بالداتا انتري. هلا بتعرفوا ليش مهمة، فالمهم لو إجا يعني مريض رح نكتب نعم شلون أتأكد أن ضمنت بالفورمات كل الفاريابلز، يعني كيف أتأكد إنه يعني الداتا ممتازة شاملة وما في شيء طافني حرفياً؟ هي كل اللي حكيناه بالجلسات الماضية، إنك تكون عامل literature review و good research planning، أنت فهمان على شو عم تدور بالضبط، وكمان بدك يكون عندك علم بالواقع. هي شغلة مهمة اللي هي challenge للطلاب فعلاً، هي صعب إنه تتعوض وصعب إنه أصلاً واحد يكتسبها بسرعة، يكون عنده علم بالواقع بيئته اللي عايش فيها. ما بعرف في حدا حكى معي عبادة ولا في
في اثنين حكوا معي المره الماضيه يعني عن افكار ريسيرش. عباده ايه عباده بلا عن الداستاري لوماب او غيره بده يساوي ريسيرش عن الدواء الفلاني, ف بده يساوي ريسيرش عن هذا الدواء فاميلي الفكره. ف بدك انت هلا بدك تعرف بدك تساوي ريسيرش رقم واحد, هل هذا الدواء موجود بالمستشفى؟ رقم اثنين, هل الشغلات او الاوتكمز يعني مثلا هذا الدواء بينعطى للكولون كانسر, هل هذا يعني انت اوكي نفترض انه الدواء هذا موجود عندنا بالمستشفى مع انه ما بتوقع, بس الشغله الثانيه اوكي المهم مو قضيتنا الدواء موجود. السؤال الثاني, هل بيجوا مرضى كافيين من الكولون كانسر على مستشفانا او بيتعالجوا بما فيه الكفايه عنا؟ لانه ممكن بدك تعرف بركي مثلا كلياتهم بيجوا بيتشخصوا عنا وبعدين بيروح على مستشفى الحسين للسرطان, فشايف شلون؟ فانت هلا راح تتعذب او راح ممكن تجمع داتا وبعدين تكتشف انه ما عندك اوتكمز, هو بس تشخصوا وراح, ما بتعرف هل عاش مات هل فات بالريميشن هل سيرفايفل زاد, عرفتوا كيف؟ فجوابا على سؤال اظني مريم اللي سالت انه بدك يكون عندك علم بالواقع كمان, مو بس جود ليترشر ريفيو جود بلانينج جود ثينكينج. لذلك انا ما قلت انه البلانينج اوف ريسيرش, عفوا شوي كمان كمل, بدك شهر شهرين يعني مخمخ على القصه منيح, احكي مع ناس بيفهموا فيها او الدكتور مثلا اللي بدك تشاركه بالموضوع, وتاكد انه شو يعني يو كان تيك ات سيريسلي من الاول بحيث انك تعرف الاوتكمز اللي بدك تجمعها, وكمان شوف الواقع انه هل في مرضى هل في اوتكمز. هلا لما نحكي عن بروبوزال راح تشوفوا اخطاء صارت معنا نحن, وي هاد مثلا بلشنا شغله بعدين طلع في شغلات نحن ما كنا عارفينها فاخطانا بالداتا كولكشن او كان عندنا توقعات معينه بالبروبوزال ما قدرنا نوفيها لما كتبنا البيبر. نعم مين كان بده يحكي اخر شيء؟ هاي اخر شيء مشان نكمل اللي كنا بنحكي. انا دكتور نعم. كنت بدي اسالك هل اذا احنا نعمل داتا كولكشن من الحسين للسرطان بنقدر ولا هذا الاشي صعب؟ يعني لانك عم تحكي انه من كل مرضى يكونوا متحولين من مستشفى الملك عبد الله يعني لحد لا بتقدروا عادي بتقدروا, وهذا يعني هلا من ناحيه الاي ار بي لا صار مو متاكد اظني بدكم يعني هي مو متاكد فيها, بتوقع بده يعني هو شوف ديفينتلي بده, بس هلا السؤال هل بده من مستشفى من جامعتنا ولا الجامعه الاردنيه, فهي ساعتها بتساله الدكتور مشرف, بس قطعا بده يعني من احد الطرفين على الاقل. الفكره انه انتوا مثلا بلشتوا بروجكت عادي فيكم يعني يو كان جوين, حتى لو انت هلا مو طالب بالجامعه الاردنيه او مو شغال بالمستشفى الملك حسين عادي فيك يو كان كولابوريت مع دكاتره هناك. طيب فهي شغلات عادي بتصير يعني. اذا يا زلمه اذا انا قلت لكم بالفيديو الثالث انه انا شاركت دكتور بجامعه ييل بامريكا بريسيرش من الاردن ما بدها تزبط من عمان للاردن لا اربد, فبصير عادي. طبعا هو يعني بدك تلاقي طبعا دكتور تثق فيه تتعرف عليه تفاتحه بالموضوع وتشوف انه هل فعلا اذا هي يعني ويلنج انه يكمل معك, ولو كنت بتعرفه شخصيا قبل هيك بيكون احسن واحسن, وان شاء الله يعني خلال النتوركس او معرفتك بباقي الدكاتره ومعرفتهم ببعضهم تمشي الامور هاي, او لو انت مثلا بتعرف طالب بالجامعه الاردنيه ممكن هو يجمع لك الداتا من هناك, هاي الشغلات كلها يعني بتزبط. طيب هلا نرجع لقضيه الريكرنس, هي مهمه جدا يا جماعه بدي احذركم منها. رهف هلا امتى؟ 99 كم الوقت هلا؟ 9:19 يعني من 6 دقائق سالت جاسب اور جاموفي بست سؤال غلط مره ثانيه يا رهف. ما يعني doesn't matter هلا انا حقول لك جاموفي احسن بس it doesn't matter, انا عندي الثلاثه يعني you can use anything you like. بعدين كل السوفت ويرز فيها مثلا شورت كومينجز, في شغلات على الاس بي اس اس ما بتزبط على جاموفي, في شغلات على جاسب ما فيك تلاقي على يعني خلاص يعني ببلاش على شو بخلاني على حالكم, انا محملهم الثلاثه او الاربعه عليكم كمان ار ليكو عندي, بس صراحه موست اوف ذا تايم هلا انا لما اعطيت الورشه المره الماضيه استعملت جاسب. ليش ما استعملت جاموفي؟ بتعرفوا ليش؟ نقطه واحده بس, لانه الوانه احلى, بس لانه الوانه احلى يعني طلعوا على جاسب. حبيت انا احبب الطلاب بالستاتستكس, حبيت انه فهمون انه يو كان دو ات او يو كان ات ليست جيت ستارتد, فشوف شلون. بينما جاسب جاموفي جدا شبيه فيه,
بس شو الفرق شوي ألوانه أقل يعني، بس it's all the same. It doesn't يعني all they they're 95% identical. فالفكرة مو إنك تستعمل السوفتوير هذا ولا هداك، الفكرة إنك تتعلم الاستاتستكس بعدين اعمل اللي بتحبيه وين ما وين ما بدك. طبعا في مثل ما قلت لكم يعني في شغلات بتنعمل جاموف ما بتنعمل بغيره، يعني you will learn it as you go. فما تسألوني هيك أسئلة عادي يعني يعني ما بتفرق. طيب هلا قضية الريكورنس، الريكورنس هلا نحن قلنا مثلا المريض الأول كان ستريب، هذا الاي دي مثلا تبعه 1 2 3 4 5، المريض الثاني 1 2 5 5 5 كان انتيرو، كله حلو وسهل الداتا اناليسس هيك سهله. لو اجاك 100 مريض مختلف ب 100 ديفرنت مننجايتس كيسز، بس لو اجاك مرضى بيتكرروا بنفس المرض، هون مشكله كبيره بالداتا اناليسس. يعني لو نفس المريض هذا اللي هو الاي دي تبعه 1 2 3 4 5 اجاني مره ثانيه بعد مثلا بشهر، نفترض انه هذا الايفنت مثلا هون whatever تاريخ 7/6 كذا، اجى بعد شهر ب استرب مرة تانية، أنتم ملاحظين المشكلة؟ ليش في مشكلة؟ لأنه بالحالة الأولى عندنا 100 مريض، 100 حالة مننجايتس، بدنا نحسب الموست كومون مثلا بكتيريا، بنشوف شو أكتر كلمة تكررت بالعمود هذا وبنقول هي الموست كومون واضحة. طبعا أظن هي الشغلة يعني ضرفت كمان لأسيل بما أنه هي بيوكيمستري. فبس لو عندك شغلة يعني لو هذا الشخص تكرر مرتين، أو تخيل أنه هذا مريض حظه تعيس جدا وتكرر 10 مرات حلو، ونفس غالبا حتكون نفس الأورجانيزم لأنه اللي عملت له مشكلة ضلت معه. فهلأ لما بدك تحسب تقسم تحسب الموست كومون يعني word that was repeated حيكون في بايس، أنت عم يعني تشوف يعني مريض واحد ربما كان حظه تعيس وتكرر كتير عم تقول لي most common هي strep، مع أنه يمكن تكون غيره بس هذا المريض هو اللي أثر على باقي الداتا. فهون بدك good methodology و... نعم ليش ما بيقدروا ليش ما يحسبوها مرة واحدة وخلاص؟ هي في يعني هي كونك كانت أفضل، ليش ما نحسب مرة واحدة؟ طب هذا هذا بالضبط هذا اللي عم نحكي. هلا حسب الكلينيكال ديزيز تبعك، حسب الميديكال سيناريو تبعك، ساعتها بتقرر هل بدك المريض هذا تحسب كل الانكاونتر. هاي بنسميها انكاونتر. البيشنت اسمه بيشنت، الادميشن اسمه ادميشن انه دخل المستشفى. انكاونتر شو يعني؟ يعني هذا انكاونتر يعني ادميشن او اجى مره على المستشفى، هذا انكاونتر غيره، هذا انكاونتر غيره، بس هي كلها الانكاونترز لمريض واحد. فممكن انا او هي البيبر ان شاء الله اللي حتطلع تبع البنكرياتيتس هيك عندنا 64 انكاونتر يعني 64 حاله بانكرياتيتس ولكن 24 بيشنت. شو يعني؟ يعني يعني في بيشنت ايوه في كتير ريكرنس، ففي بيشنت كرروا عده مرات فصار التوتال اكبر من عدد المرضى. فهذا بدك يكون عندك يعني جود بلانينج قبل هيك وتكون جمعت الداتا صح. كيف فيك تجمع الداتا صح مشان بعدين تقدر تتعامل مع الحاله؟ طبعا مثل ما قلنا حسب المرض. غالبا صراحه بشغله مثلا مثل المننجايتس او البانكرياتيتس يعني هو صار انه التهاب بنكرياس، دخل المستشفى بعد شهر اجى كمان مره بالتهاب بنكرياس، فحطيناهم نفس الشيء فوق بعض، هون بنكرياتيتس وهون تكرر. شو بنعمل هلا؟ مثلا نحكي انه اتيولوجي، طبعا هلا ما حنحكي على البنكرياتيتس نفسها، بس مثلا نحكي انه الاتيولوجي تروما، اكل البوكس على بطنه، نشرح بابسط الامثله. وهون شو كانت مثلا الريكرنس؟ تروما، يعني هو ما انضرب مرة تانية ولكن هي يعني بلت المشكلة من الضربة الأولى مثلا، خلينا نقول هيك، خلينا نفترض هيك. فلما بدك تساوي analysis للأتيولوجيز the most common etiology شو بتساوي؟ بتمسح كل شيء غير المرة الأولى. مثلا هذا اللي ساويناه نحن، يعني مثلا هو دخل ثلاث، فإذا إذا مثلا أنت عندك خلينا نقول هال 24 patient وهال 60 مرة، ففي ناس كتير تكرروا، يعني مثلا هذا بلال، هذا الشخص whatever بلال او غيره اجى عدد مرات وقلنا انه تروما الموست كومون، بعدين شخص ثاني مثلا الاي دي تبعه 111 اجى كمان بانكرياتيتس وكان شو مثلا خلينا نقول شو خلينا نقول جول ستونز، كان عنده حصوات والحصوات عملوا له التهاب بانكرياس. طيب شو بنساوي هلا؟ ما بتقلي خلينا نعمل هيك، خلينا نعمل هيك، ايوه هيك احسن.
هيك ممتاز، منيح المثال. فشو بنعمل لما نيجي نقول شو الموست كومون كوز او شو الديستريبيوشن اوف كوزز؟ ما بنقول هي 5 توتال و4 يعني 4 من 5 يعني 80%. ما بنقول 4 من 5 تروما او 1 من 5 جول ستونز يا عباده ويا اسيل. طيب شو بنقول 100% ولا نحكي 100%؟ ايه شوف، هلا بدك تستعمل الكومون سنس. المريض الواحد اجا كوز واحد وهو يعني، فبدنا نفهمها هيك. شو بنعمل لما هلا حسب الشغله اللي عم تحكي عنها؟ بس ككوز خلص بنمسح هدول، بنمسح الريكورنس طالما نفس الكوز. بنقول خلص تروما جول ستونز 50-50، نص تروما نص جول ستونز، بما انه عندنا 2 بيشنتس وهكذا. يعني اذا في تكرار انا لازم احدد الايتيولوجي حسب، شوف نحن عم نحكي هلا كمثال حسب الشغله اللي انت عم تحكي عنها. اذا عم نحكي عن الايتيولوجي، الايتيولوجي ثابته، البيشنت ضل ما يعني مثلا او كان مثلا عنده whatever، مثلا عنده جينيتك كونديشن، جينيتك هي لسه مثال اجلى واوضح. فهذا انسان عنده جينيتك كونديشن، وهذا هيك في مريضه عندنا مسكينه كل شهرين، كل شهر شهرين يعني بيجوا على الطوارئ التهاب بنكرياس، بيدخلوا اسبوع اسبوعين، هي حياتها المسكينه يعني. فكل يعني عندها شيء 20 ادمشن 15 ادمشن كل شهر، يعني ما بعرف حتى المدرسه ما بتروح يعني كيف بدها. فمثلا هذا الجينيتك كونديشن، ما حتقول لي 4 من 5 من البنكرياتيتس از كوزد باي جينيتك و1 اوت اوف 5 از، لا هو بيشنت واحد الميوتيشن، ميوتيشن واحد. فبتقول فطبعا هلا مثال اخر، بس انه هو ليس كومن اصلا، الجينيتك كجينيتك يعني يعتبر ليس كومن للبنكرياتيتس. يس يس بالضبط. فهلا بغض النظر شو الكومن شو انكومن، نحن عم نضرب المثال. ف وهكذا طبعا لكل البيشنتس، لو هذا الشيء تكرر وفي بيشنتس ثانيين بنعمل نفس الحكي، بنمسح الريكورنس. بس خذ مثال اخر، لو كنا عم نحكي عن السيمتومز، شو يعني؟ يعني السيمتوم نحكي مثلا ابدومينال بين، ماشي؟ هل كان في هذا البيشنت هل كان عنده ابدومينال بين؟ يس. بعدين هل كان عنده بالابيسود هي او بالانكاونتر هي كان عنده ابدومينال بين؟ مثلا نو. بعدين مثلا يس، بعدين نو، بعدين يس. هلا I think you would agree يعني، والgastroenterologist would agree إنه كل واحدة من هدول separate episodes. هلا هو صح البيشنت نفسه وممكن في يكون relationship، بس هدول different attacks. ففيك صراحة it makes يعني it is acceptable أو reasonable إنك تحكي إنه هدول ما تمسح، يعني ما تمسح لي هدول التكرارات. فممكن نقول يعني هيك ممكن تخليهم وتحسب مثلا out of 5 episodes of pancreatitis، out of 5 episodes كم منهم بيكون abdominal pain؟ بنقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، فبنقول ثلاثة على خمسة. ممكن هيك معقولة يعني فيك تعملها، وهذا اللي عملناه فكرة بالريسيرش تبعنا. بس لما اجينا للإتيولوجيز مسحنا التكرارات، مفهوم؟ فعموما هذا الشيء يعني this will apply to some of your researches. أمثلة أخرى أحكي على السريع، ما أرسمها على الشيت هون لأنه بس بدنا نوضح الصورة ونعممها. ريسيرش هذا صار عنا في مقيمين أطفال، عملوه أنه فيبرال نيوتروبينيا يلي بياخد كيموثيرابي وبتنزل عنده نيوتروفيلز من الكانسر ومن الكيمو، بصير عنده شو؟ نقص مناعة، وممكن أي التهاب يموته ويكون خطر يعني على حياته. فلذلك إننا دائما متعودين البيشنتس هدول تبع اللوكيميا وهيك إنه أي حرارة بتجيك، أي يعني لأمه متى ما حسيتي مرض بتجيبي على الطوارئ، بيجوا مباشرة بيسحبوا له عينات دم، بيشوفوا له النيوتروفيل كاونت الـ ANC absolute neutrophil count، وبيبلشوا بيعطوا تازوسن على طول غالبا يعني هيك. ف نفس الشيء المريض هذا يلي تعرفه طبعا الكانسر بتضل لك يعني سنه سنتين كذا الكورس لحتى الله يفرج. ف الحاله هي قصه الفيفر تتكرر اكثر من مره، يعني يمكن هذا البيشنت نفسه اللي عنده لوكيميا اجى نفس الشيء هالمرة، وبعد شهر إجا، أو بعد شهرين إجا بحرارة، وبعد شهرين إجا بحرارة، وكل مرة كان عنده مثلا بالبلد كلتشر إتيولوجي معينة، ممكن تكررت وممكن اختلفت. هاي صراحة لسه الشغلة أعقد، بس بدك تشوف تقرأ الليتريتشر تشوف هنا كيف بيتعاملوا مع الحالات هاي. هل مثلا أخذوا الفيرست إبيسود ومسحوا الباقي؟ هل إذا مثلا الأورجانيزم الوحدة إذا تكررت بيمسحوها، ولكن إذا صار في نيو إتيولوجيز لنفس البيشنت بيخلوها، مفهوم؟ يعني ممكن هذا البيشنت
هون مثلا عنده strip مرة تانية، وممكن هون strip، وممكن بعدين هون equali، مفهوم؟ بعدين equali. Yes. فممكن هون مثلا يمسحوا التكرار ويخلوا الاوريجينال يلي نيو اورجانيزم. انا ما ديروا بالكم، ما عم اقول لكم شو تساووا، انا عم اقول لكم السيناريوهات اللي بتصير مشان تخططوا لها، او عموما يكون عندكم شويه تصور للاحتمالات اللي ممكن تتعامل معها بالداتا. انا حكيت معي صيدلانيه يعني ماجستير من معارف اهلي وهيك كذا، يعني سالتني عن الشغله هي، يعني الله يجزيها خير، يعني هي احسنت فيني الظن وقالت بركي كان فيني ساعدها بمشروعها. ف كان عندها نفس المشكلة، هي كانت عم تحكي عن الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي، بدها تشوف الاورجانيزم، بدها تشوف الريزيستنس اوف بكتيريا تو كاربابينمز. يس. ف بتعرفوا هلا مثلا الكاربابينم لكتير بكتيريا ممكن ينعطى، والبكتيريا هي يعني نفس البكتيريا ممكن تعمل لك سبسس، ممكن تعمل نومونيا، ممكن تعمل لك مننجايتس. ونفس المرض هذا ممكن يتكرر أكثر من مرة. طبعاً حتبلشوا، أنا متأكد إنه حتبلشوا تتلخبطوا وحتبلشوا رأسكم يوجعكم، بس هذا اللي كان عم بيصير معه، فأنا عم بحكي لكم تجارب حياة. البكتيريا نفسها الستريب ممكن نفس المريض إجا نومونيا تكررت مرتين، بعدين مننجايتس بكتيريا نفسها أو غيرها، بعدين سبسس، أو مثلاً اليورينري مثلاً تراكت صار له إنفكشن متكررة. فهي كانت محتارة، أنا طب بدي ساوي أناليسس للسنسيتيفيتي، اي واحدة اعتبر، اي يعني يساوي اناليسس لشو، لكل الكيسات هاي ولا لاول ابيسود لمريض واحد واتناسى كل شيء متكرر، ولا نفس اللي هلا قلت لكم اياه انه ندخل الاوريجينال ونمسح التكرار، ولا مثلا اول مره من اورجان سيستم، يعني مثلا الريسبيراتوري مثلا هون نكتب. Yes. مثلا لوكيشن اوف انفكشن ممكن تحكي ريسبيراتوري سيستم، وهون مثلا يورينري سيستم. ف كانت هي محتارة، المهم حكينا على الموضوع، وهي كانت يعني أعرف مني بالموضوع هذا، بس إنه ناقشنا بالشغلة. فهذا كله بدك تقرأ الليترتشر تشوف شو العرف أو شو البوسيبل سولوشنز يلي بتستعمل في المحيط العلمي هداك. طبعا أنا متأكد أنتوا تلخبطوا، وهي كمان كثير كانت معاني من المشكلة هي. ليش؟ لأنه أصلا ما في حل، خصوصا بحالة مثل هي، يعني ما في حل بيرفكت، لأنه فعلا it's controversial، وإلا ما يكون في شوية bias أو شوية مشاكل، بس you try to find the best solution. وبدك يعني على كل حال هاي الشغلات يعني اللي حبيت أحكي عنها. هلأ ليش حكينا عن هذا الموضوع كله، ما أنه ما له علاقة بالداتا كولكشن، هذا عن الميثودولوجي نحن كنا بنحكي، ما كنا بنحكي عن الداتا كولكشن، بس مهم. Yes. ليش؟ لأنه كيف أصلا بدك يعني أنت مثلا عندك شيت، طبعا هي كانت عم تقلي عندها شيت 2000 مريض، وكيف اصلا بدك تلاقي المريض اللي تكرر، بدك تعمله يدويا بتموت. بالضبط. فاذا انت مثلا خلينا نقول مريض 1 2 3 4 5 صار له انفكشن ستريب، وبعدين طبعا انت الشيت لما جمعتها حسب كيف الشيت وصلتك، بس غالبا بتكون اوتوميتد او تجمعت بتاريخ زمني، فحتكون باي ديت، يعني هذا الديت مثلا هون 2022 او هون 2021، بعدين إجا مريض تاني بشهر تاني 1/1/1/1 ب 2022 وإجا مثلا بستريب، بعدين مريض المريض هذا نفسه بعد بسنة إجا ب 2023 بإيكولاي واتيفر، بس طبعا افترض أنه هلأ كان في مساحة كبيرة، راح يكون في مئات المرضى بيناتهم، تمام؟ فأنت هلأ كيف بدك تقعد تلاقيه؟ هذا المهم. هون هلأ جينا لقضية الداتا كولكشن. لذلك بقلكم شغلتين مهمات، رقم واحد دائما فوتوا استعملوا أو ساووا يعني أنتوا استعملوا الاي دي ولا تستعملوا الاسم، لأنه الرانكينج باي ألفابت ما حيفيدك. بس افترض أنه مثل ما قلنا هذا المريض هيك وبعدين هيك، وبعدين نحكي خليني فوت أرقام مختلفة، طيب، وبعدين نفس المريض هذا تكرر بعد بسنة، فأنا لما إجي ساوي أناليسس أو حبيت أمسح، طبعاً صراحة غالباً راح تمسحهم يدوياً للأسف، وهي هيك كانت عم تعمل، بس على الأقل يعني 2000 مريض بتعد لك عليهم يوم يومين أسبوعين ثلاثة بتمشي الأمور. بس شو بتعمل؟ فبتعمل بتقول لهم والله rank by filter by from A to Z أو from largest to smallest. فشو هون؟ by default التكرار راح يصيروا جنب بعض، يعني هذا البيشنت اللي متكرر فساعتها شو مباشرة بتشوف التاريخ وبتمسح مثلا التكرار مثلا. ف
لذلك انت دائما خلي هدول الفاريبلز جنب بعض. فاذا حبيت تساوي رانك باي ديت نفس الشيء بتقول له فروم اي تو زي ولا فروم زي تو اي. طيب حكينا عن ال يعني اساليب الداتا كولكشن ووضحنا كل شيء الحمد لله، هلا مشيت الامور وقلت لكم ديروا بالكم من ال يعني هي الريكورنت ديزيزز. الريكورنت ديزيزز عن جد متعبين بالاناليسس. فهي المننجايتس نعم بالنسبه للريكورنس هسه ما بنذكرها بالمره بالريسيرش يعني ما لها سيجنيفيكانس. لا طبعا ما بتحكي عنها. انا هلا اشوف خلصت انا الداتا كولكشن، هلا بس حورجيكم امثله بس عشان تشوفوا كيف كنا نجمع داتا. فهي الشيت بعد يعني ما طورناها طبعا، مو بعد ما قمنا الاخطاء اللي كنا نعملها. مثلا هي اسماء الناس اللي اشتغلوا السكس الير المونث الدي كمان كنا نكتبها هيك. فيكم اذا تحبوا تعملوا كولوم لكل واحد او تعملوا وان كلهم يعني خط كولوم واحد مثل ما كنت مورجيكم قبل شوي. ومثلا وين ساكن، اخذ انتيبيوتكس من قبل، هي المننجايتس ونوع الانتيبيوتك. طبعا انتم شايفين هاي الخانات اغلبها فاضيه، هلا راح تشوفوا كيف. هذا ريسيرش المننجايتس، راح تشوفوا هلا كيف كنا كاتبين البروبوزل. فهذا انواع الانتيبيوتك اللي كان اخذها من قبل، اغلبها ميسنج داتا. هذا مثلا كان اخذ اموكسيكلاف اموكلان. هاي مثلا الديوريشن اوف انتيبيوتكس، كم كان عمره لما اجى على الطوارئ وهكذا. طبعا هي الحراره. طيب شوف شلون وين راحت. فهيك بتكتبوها مثلا باي بوينتس، بدل يعني احسن من انك تكتب لي عنده ولا ما عنده حراره. نحن هذا كان عندنا تو فاريبلز. هي شغله حلوه بالريسيرش تبعنا، انه هل اشتكى من حراره اللي هي الفيفر هيستوري، وهل كان عنده اوبجكتيفلي حراره بالطوارئ. وحنحكي ان شاء الله هلا لما نقرا البروبوزل وهكذا. هل كان مثلا هي الكيرنج ساين اللي منكم درس النيورو بيعرف شو الكيرنج، فهل كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. هي 0 نيجاتيف 1 بوزيتيف. الميسنج هذا مره ثانيه بحذركم تريليون مره، الميسنج ما تكتبوه صفر، اياكم ثم اياكم ثم اياكم. ميسنج يعني ما بنعرف، يعني ما نحكى عنه، ما شفنا بالملف، ما ذكروه. لو انت كتبت لي اياهم صفر هي طامه كبرى، ساعتها يعني الريسيرش تبعك بصير فيه كتير تخبيص. ففرقوا بين الميسنج داتا اللي نحن ما بنعرف شو هي جهلناها، وبين النيجاتيف اللي هي انك علمت انها يعني غير موجوده. فيعني عدم العلم لا يعني علما بالعدم، هي عباره مهمه تفهموها. طيب هذا شو نحط؟ نعم تكات مسك داتك مسك داتك كيف شو تتركها فاضيه يا بني. فهيك لذلك لما تيجي على الاس بي اس اس والجاموفي هو بيفهم خانه فاضيه، هو بيفهم انه ميسنج بالاناليسس، بيقول لك هدول ميسنج. ايه ما اما يعني انا صراحه اشتغلت مع ناس كانوا يكتبوا ان اي، يعني انا يعني كنت حابكي عليهم. ليش تخيل انت تمضي بتخرب على الحالة وبتضيع وقتك. تخيل هاي الخانات كلها عادنا نكتبها ان ايه، ليش؟ خلاص تركها فاضية، نفس الشيء ما في اي فائدة تكتب ان ايه. يعني هي الحمد لله بزماننا التكنولوجيا يعني تطورت. فالمهم هاي هي الفاريابلز، هداك فوميتينج. كل عمود له شو، كل فاريابل او كل سمتم عمود، مثلا هذا سيجر او لوس اوف كونشسنس، فوتوفوبيا فونوفوبيا وهكذا. اذر طبعا هذا بالاخير صراحه ما فادنا كتير. يعني شوفوا هي فيري رير ان كومون سيمبتومز، جنرالايزد ريجيديتي، رولينج اوف ذا ايز. فيعني هي هذا صراحه اهم شيء الشغلات اللي يعني هون. مثلا هي الايتيولوجيز اللي هي البي سي ار سي ام في الانترو فايروس وهكذا. هي السي اس اف اناليسس اللي هي اللمبر بانكشر، كم كان الجلوكوز البروتينز. نادر الحمد لله انه هون كان يكون ميسنج داتا، يعني جدا نادر لانه تطلع بتعرفوا بالمختبر، ليست هي بيانات تنكتب بالملف يدويا يعني من الدكاترة وهكذا. خلاص خلصنا يعني هي سكرة. افتح لكم الداتا تبع الريكورنس تبع البانكرياتيتس مشان تعرفوا مثال عن الريكورنس وكيف سوينا له اناليسس. assigned papers teaching material storage data tags teaching material data collection pancreatitis. اوكي طبعا ليش حتشوفوا هون 16 جنب هذا البانكرياتيتس؟ عشان 16 يعني ولا شو معنى رقم 16؟ ما حدا بيعرف يحذر دراسه رقم 16. اه تعديل بعد رقم 16
اي هذا الفايل رقم 16، يعني اشتغلت عليه 16 مرة، يعني 16 فيرجن على الأقل. فهذا الاكسل فايلز هذول الأخرانيين طبعا، بس اللي قدام في لك ملف اسمه old، هذول اللي قدام كلياتهم. فليش انا عم ورجيكم هي؟ لانه هي نصيحة، انت مثلا حتبلش بالشيت، نفتح التمبليت اللي انا ورجيتكم اياها قبل شوي. التمبليت وينها ليك التمبليت هي، انا بنصحكم شو تعملوا، حطوها، حملوا الجوجل درايف او الون درايف عندكم وحطوه على الديسكتوب، تمام، وحطوا الملف جوا الون درايف. فشو شو بصير هيك، انت بتاخذ اللابتوب تبعك مثلا على المستشفى وبتعدل عليها، اوتوماتيكلي بيتسيف على الون درايف. بس كل مره حيصير في سيجنيفيكانت تشينجز او يعني بدك تعدل او تمسح من الملفات، ساوي نيو كوبي وضيف عليها رقم جديد، فهذا رقم 2. بعدين مثلا اجيت بعد شهر او انت والدكتور تناقشتوا ومسحتوا مرضى معينين، قررتوا تمسح مثلا 5 أو 10 مرضى من الداتا لانه الكرايتيريا مثلا ما استوفوها، ما يعني نصيحتي ما يعني مشان تضل الداتا نظيفه، لانه دائما بتصير مشاكل وبترجعوا للداتا القديمه تتلخبطوا. فدائما شو اي ميجر تشينجز تساوي عليها نيو فايلز، فهمت كيف؟ عشان يضل عندك الفيجنز اللي قبل هيك، ودائما طبعا ساووا باك اب يعني. فهي مثلا الداتا تبع البنكرياتايتس مسحت انا الاي دي تبع البيشنتس، بس انه مثلا شو نمسح هيك كمان الشغلات، بس نفس الشيء الايج، لينث اوف ستي، كم يوم دخل المستشفى، هل كان عنده وجع بطن، ابي جاستريك بين. يعني هون شايفين اظن فيكم تلاحظوا الداتا هي ارتب، لانه هذا ريسيرش اشتغلته بعد ما صار عندي خبره اكثر، وصار فيه الوان كمان، الوان بتساعدك انه مش ما تنجلط بتجميع الداتا وانت عم تغير بين الخانات، خصوصا لو عندك 200 عمود. يعني هون في نعم سمعت لما انزل تحت بالاكسل كيف بقدر اعرف شو العناوين التايتلز بدون اطلع فوق؟ بضلهم بتساوي فريز، بتساوي فريز، بتروح على انه هاي تضل ثابته هيك. ايوه لان هاي بتتعبني كثير. بسيطه جدا، روح على وينها فيو فريز ليكو فريز توب رو، وفيك تساوي كمان فريز للاي ديز. يعني شايف شلون انا لما احرك اكتب هون اكس وبتحرك على الجنب، اذا بتضغط كنترول شيفت وبتحرك الماوس لحاله بينزل. فشوفوا شلون انا لما انزل لتحت بيضل يعني الاي ديز بتضل مبينه اذا بروح على الجنب، ولما انزل لتحت بيضل هذا مبين. ليش صراحه يعني مشكله، هي فيري بيسك سكيلز حنمضي عليها وقت، انا خلص دفنت لي هلا احسكر ونبلش بالبروبوزل. فبتساوي بس بتحط هون الخانة، بتحط الماوس وبتقول له فريز هير. المهم فبس ورجيتنا هلا قصة الريكورنس، نفس الشيء هون جمعنا داتا وحكينا عن السيمتومز وحكينا عن الاوتكمز والدياجنوسس بلا بلا بلا. بس هلا بالنسبة للريكورنس عملنا شيت لحالة، مسحنا منه المرضى اللي تكرروا اللي دخلوا المستشفى أكثر مرة وخلينا أول دخول. فملاحظين أنتوا هون في 65 بس امسح الخانة الأولى بيضل 64، الخانة الأولى أسماء الفاريابلز، ف 65 انكاونتر بس هون شو 24 25 فقط مسحنا لشو التكرار. فهكذا عملنا له شيت مختلفة، فهيك يعني بتتعاملوا معه. فالشيت هي سوينا أناليسس لحالة بالنسبة للإتيولوجيز، وبالنسبة للسيمتوم سوينا أناليسس للشيت اللي قبله، عرفتوا كيف؟ طيب نيجي هلا على البروبوزل. البروبوزل اخر نقطه الادعاء السريع غلط لما حكينا نحن الاتيولوجيز، الاتيولوجيز بدها اسلوب مختلف عن السيمتومز، لانه قلنا السيمتومز فيك تشمل فيها كل الانكاونترز دون ما تمسح التكرار، بينما الاتيولوجي يعني بيشنت اجى 100 مره، تخيل يعني ما فيك تعتبره 100 بيشنت، هذا بيشنت واحد جينيتك ميوتيشن واحد، فبتمسح التكرار، تمسح ال 99 مره اللي اجى فيها المره الثانيه وبتخلي المره الاولى. طيب شكرا دكتور. عفوا. هلا نيجي للبروبوزل. انا جهزت لكم بعض الامثله من البروبوزلز انكتبت. teaching material meningitis proposal. يعني ما حنقرا بالتفصيل، حنمشي هيك عليه مرور الكرام بس مشان تعرفوا شو هو. فهذا يعني word forms في يعني هو هيك اصلا بيكون. طبعا تكتب بس انا سويته بي دي اف مشان نمشي عليه بسرعه. بيتحمل موقع الجامعه، بترتبه وبتقدمه لعمادة البحث العلمي، بيتقدم أونلاين من 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 حساب الدكتور يعني. بس أنت أول شيء يعني يجهزوا كتابي وبيكون هيك. ف
بتحكي فيه عن الأوبجكتيفز لحتى تأخذ الإذن للريسيرش هذا تبعك إذا كان بيحتاج، مثل الكوهورت ستديز تبعنا أو الكروس سكشنال مثل ما قلنا الكيس ريبورت ما بده. فهي مثلا الأبستراكت، هي طبعا أنا عدلت عليها شويتين اليوم، يعني البروبوزل طبعا ما كان بهالمستوى، كانت أول تجربة لنا بحياتنا لما كنا بسنة ثالثة كتبنا، فكان فيها شوية تخبيص، كان فيها شوية إطالة على فكرة ما لأي داعي، لأنه أنت بالأخير ما بدك تشرح المننجايتس، الدكاترة اللي حيقرأوا تبعك اللي حيقيموك بعمادة البحث العلمي بيعرفوا شو المننجايتس، ما في داعي تتفلسف كتير، نحن تفلسفنا. فأنا مسحت منه شوي بس من اليوم يعني مشان اليوم يعني تتمرسوا عليه. فحكينا أنه والله هي الأبستراكت اختصار، أنه المننجايتس is serious illness، ومهم أنه نعرف هذا الديزيز، it's important to know for the healthcare system، knowledge of the prevalence and geographical distribution حسب المحافظات، to enable medical efforts with disease، ويعني risk factors such as age with gender season of the year medical history can aid medical personnel towards better clinical judgment. وهي citation واحد طبعا شفتوا انتوا مندلي، مندلي ما هحكي عنه اليوم، يعني الفيديو اظني كان وافي شافي اذا في حدا عنده يعني ايه. ففي شغلة واحدة فقط بدي أقولها عن مندلي، ليس إلا لأنه مو مذكورة بالفيديو. طبعا في كتير فورماتس حسب إن شاء الله لما أنت لما تقدم للجورنالات تبعك، نحكي مثلا كنت عم بكتب whatever وأنت هاي الcitation references. ليش مثل قلت لكم مندلي مهم؟ لأنه لما تقدم للجورنالات مختلفة قد يطلبوا منك different citation style، ولذلك طبعا ما احلاك تعود تعيد الشغل من اول وجديد. مش كانه مندلي بده ابديت ما عم مش الخانه تاعته مش موجوده عندك؟ ايه بعرف مستغرب اليوم والله، راحت كانت موجوده قبل، ممكن بدي افتحه اول شيء. ايه فالفكره انه بتروح على ابديت سايت مثل ما شفتوا بالفيديو. هلا شغلة مهمة إنه ما هذا اللي ما قلته بالفيديو، إنه إياكم ثم إياكم يعني أنا قلت لكم شفتوا بالفيديو إنه مثلاً في عبارة عليها رقم، ولما تمسح الرقم أوتوماتيكلي الأرقام اللي تحته بيتغيروا صح؟ فإذا مثلاً فإذا كان هون في رقم واحد وهون اثنين، وفرض إنه أنا مسحت هذا الواحد أوتوماتيكلي هذا الرقم بيصير اثنين واللي تحته بيصير ثلاثة وهكذا تتبدل. بس إذا أنت مسحت الرقم من دون ما تكون فاتح المندلي هون، فاتح الزر ومسوي له لانش ومفتوح عندك على اليمين، اذا مسحت الرقم ما راح يتغير، لازم يكون موجود لحتى يسوي ابديت. يعني اذا انا فاتح الوورد ومو فاتح مندلي، مسحت الارقام الوورد بيتعامل معه كانه رقم تكست عادي، ما بيتعامل معه كانه جزء من مندلي وبيغير الارقام اوتوماتيكلي. فما تعبثوا في الريفرنسز دون ما يكون مندلي مفتوح، بس هذا اللي بدي اقوله. تمام. مستغرب بصراحة إنه مندلي ما فتح على الوورد، إن شاء الله ما يكون صار بينه وبين الوورد مايكروسوفت وورد فرقة، يعني لأنه ساعتها بصير بدنا نروح نهاجر على سوفتويرز تانيين وأنا حبيته. المهم فأنا طبعاً نحن لما سوينا لما كتبنا البروبوزل وقتها كنا نوبز وما كنا بنعرف نستعمل السوفتوير، أظن سويناها مانولي ولا على الإند نوت، كان كله تخبيص. المهم فهون عم نحكي إنه الإكزيستينج ليترتشر فيه فاريوس ريجنز، these studies demonstrated causative agents with zero type variations. هذا نحن ليش كنا بنحكي عن methodology؟ هلا حتشوفوا العيوب اللي بالبروبوزل هاي او الشغلات اللي حكينا عنها وبعدين ما طلعت as we wished. فعم بيحكي لك انه some studies have evaluated meningitis treatment انه مثلا الدرج الفلانيه انه different types of antibiotics have different efficacy. We intend هاي يعني خلاص الأبستراكت إنه we intend to study different relevant aspects of meningitis in Jordan. Clinical data from cases seen in the emergency room and pediatric department at KUH during the last 10 years will be retrieved. This sample should be of an adequate number to reliably represent the Jordanian population in both genders at various age groups. صراحة في غلط ليش هون؟ لأنه حكينا pediatric department لازم هاي نشطبه، لانه نحن عم نجمع various age groups، بس هون كنا كاتبين هيك يعني ما كنا فاهمين بالضبط شو عم نساوي. results of the study are يعني حنسوي recommendations بناء على findings. المهم فبتيجي مثلا للgoals objectives، طبعا هي كلها proposal ما بيطلع شو اسمه اربع صفحات، يعني هي الصفحه الاخيره ما بتنحسب، اربع صفحات كله.
فبتشوف مثلا هون الاوبجكتيفز، بتقول الجولز تبعنا ديسكرايب، هي صراحه اهم بارت، وبناء عليها انت حتساوي العواميد والخانات للاكسل شيت. يعني لما تكتب البروبوزل المفروض تكون الاكسل شيت جاهزه. وهذا اللي حنشوفه هلا ان شاء الله بعد شوي على البروبوزل الجاي. فحتقول والله we will describe in detail the signs and symptoms of meningitis including proportion of patients with headache, proportion of patients نفس الشيء للvomiting, complaining of fever وfever at presentation. لأنه في فرق بين واحد بيشكي الحرارة وواحد بالطوارئ كان عنده حرارة لما أسناها. وبالستدي على فكرة تبعنا فعلا كان في فرق. يعني تخيلوا أنه هي معلومة حلوة تعرفوها، أنه almost everyone خلينا 100% complained of fever. كلهم كانوا يعني أمهاتهم كانوا يقولوا، إذا طفل يعني كانوا يقولوا عنده حرارة أو سخونة، بس اللي عنده حرارة بالطوارئ فقط كان 50%. فشو اللسن يا عبادة هلأ أنت السنة الرابعة؟ يعني أنت سمعت المعلومة هي، عم قلك أنه كل حدا عم يشكي من حرارة، كل مرضى المننجايتس كان عندهم شكوا من حرارة وفقط نصهم كان عندهم حرارة بالطوارئ. شو الدرس اللي يعني بتستنتجه؟ كنوا ماخدين بالبيت أنتي بايروتيك صح قبل ما يجوا يمكن. هذا ممكن يكون مبرر، بس مو هذا اللي عم نحكي عنه. في درس كونكلوجن، أنت دكتور بتعالج الناس هلا، شو بتستنتج؟ يعني it's the most common symptom. أوكي، بس مو كمان مو هذا. يعني ما في مريض من بايروتيك في الأغلب إلا يكون عنده فيزر. إنه دكتور إنه يعني not specific not sensitive زي هيك. انه مش يعني انه ما عليه فيفر انه ما عندوش مينجايتس. احسنت بالضبط، هذا اللي بدنا اياه. فهلا انت كدكتور ان شاء الله اطفال حتصير لما تعالج مرضك، اذا قرات دراسه مثل هي تبعنا وشفت انه قلنا لك انه بس النص اللي اجوا على الطوارئ كان عندهم حراره لما كانوا بالطوارئ، راح تقول معناته اذا انا شاكك بمينجايتس ومريضي ما كان عنده حراره وانا شاكك بالمينجايتس ما راح استثني التشخيص هذا بناء على انه ما في حراره، لانه ممكن عنده حراره ولكن في وقت اخر او ما كانت موجوده حاليا. You will not use it to rule out this disease. طيب، وهي مثلا الأذر goal إنه to establish a reliability of physical examination signs including كيرنيج وبرودزنسكي ونكل ريجيديتي. وهذا الشيء الحمد لله عملنا وطلعوا مسخرة. يعني sensitivity كانت ما بتذكر كم، أقل 50% كانت sensitivity. يعني كأنك لو أنا هيك عندي coin flip وعملت هيك وقلت heads كرنك بوزيتيف، يعني كانت نفس الشيء هي السنسيتيفيتي تبعها. المهم، ونحن يعني مو اول ناس بنعمل هيك، يعني على فكره هذا الشيء موجود من قبل بالريسيرش، يعني في كتير شغلات تدعمه وسيستماتيك ريفيو كمان معموله على الشغله نفسها، كانت شوي اعلى، يمكن كانت سنسيتيفيتي هناك 70%. المهم، هلا الاذر جول انه هي ديتيرمين ذا كونتريبيوشن اوف ديفرنت فايرال اند باكتيريا ايتيولوجيز to highlight the most common meningitis etiologies in Jordan. بدنا نشوف مين the most common cause والleast common. وهون investigate the seasonal variation of different etiologies in Jordan. كيف هي بتساويها؟ يعني انت جمعت هالأشهر شفت والله انه most common اللي اغلب الناس اجوا بشهر 11 ولا بشهر، هو لا كانوا يجوا بشهر 5 و 6، فبتقول والله most common اللي هذا السيزن. ف يعني بالداتا طبعا اناليسس تبعنا ساعدتنا، اذا بتتذكروا نحن كنا عاملين خانه للشهر، بدأ ما جمعنا الديت كامل انه جنب بعض، حطينا خانه شهر وخانه لليوم. يس باقي 10 دقائق يسكر علينا، فهيك ساعدتنا يعني اسهل. فعلى كل حال لو جمعتوا باسلوب مختلف ممكن تعملوا خانه جديده. يعني وهون تو ستدي ذا جندر ديفرنسز، ولقينا انه الميلز كانوا اكثر بكثير الانسيدنس اوف مننجايتس كانت ضعف. وتو انفستيجيت البوسيبل ديفرنسز بالسي اس اف فايندينجز، ونقارن اذا مثلا اذا فيروس معين بيختلف عن غيره، وهذا كمان لقيناه. وتو ستدي ذا امباكت اوف ايرلي وليت انتيبايوتيك تريتمنت، هذا ما لقيناه. هون بلشنا التخبيص. ليش ما لقينا هي عباده انه واحد اخذ انتيبايوتيك ولا مو اخذ وعلاقته بالاوتكمز؟ ببساطه لانه ما جمعنا الاوتكمز. يعني نحن ما كان في عندنا خانة أوتكم معينة، وحقيقة الأوتكم الوحيد اللي كنا ناخده هو الدف. يعني نحن عندنا بالمستشفى ما في عندنا فولو أب، يعني ريجولر باي ديفولت إنه بيساوي فولو أب إنه هذا صار عنده دفنس ولا ما صار في دفنس أو مثلا سيجرز، ما يعني ما في ديفولت فولو أب لحتى كنا نجمعه. الشغلة الوحيدة هي الدف. فأصلا كل اللي ماتوا بالستدي
كأنه كانوا ستة، فما كان في عدد كافي صراحة لنلاقي فروقات يعني. هي واحد. فهلأ بالنسبة إلى كمان determine، هذا كان goal تاني، determine the sensitivity profiles of various antibiotics. كمان ما قدرنا نحلل السنسيتيفيتي. ليش؟ لأنه صح نحن جمعنا 169 كيس، بس البكتيريا كانوا فقط 4 أو 5، كانوا معدودين جدا. فشو بدك يعني، أصلا ما كانت سنسيتيفيتي موجودة حتى لهدول، ما كنا نلاقيها. فلذلك أنا ليش قلت لكم مهم يكون عندك علم بالواقع اللي أنت عايشه. نحن ما كنا بنعرف شو الداتا اللي بتتجمع بالمستشفى أصلا، كنا سنة ثالثة ما كنا بنعرف أي شيء عن المستشفى نفسه يعني. فاكتشفنا بعدين أنه والله البروفايلز ما كانت جاهزة، فما قدرنا نحلل أي شيء عن sensitivity ونستفيد من الشغلة هاي يعني. وحتى لو كانت موجودة مثل ما قلت لكم يعني 5 مرضى ما بيفيدوك يعني. يعني هون بس عادي صح، مثلاً إنه بس 2 objectives ما تحققوش عادي يعني، إشي بسيط عادي. يعني إنه منيح الأشياء الباقية، ممتاز إنه الأشياء الباقية إنه لقيتوها. هلا هذا كله طلعت معكم بالضبط، هذا كله guideline فقط مشان تبلش البروجكت تبعك، ومشان تأخذ الإذن من المستشفى، مو إنه والله بعدين. هلا الفند حطوه جنب، بس ايه كمان ممكن يعني تطلبوا فند بناء عليه. بالضبط، اذا الريسيرش بيحتاج فند بتاخذ فند، بس طبعا احنا ما اخذنا فند يعني، كنا عم نجمع لحالنا، ما كان حدا يدفع لنا عشان نجمع. بس ما مو انه والله ما تفكر حيجي حدا باخر الريسيرش هذا او بعد ما تنشروه يجي يلحقك بالعصايه يقول لك هذا الاوبجكتيف ما عملته. لا، ما في هيك شيء. هلا طبعا ممكن اذا كان ريسيرش مور سيريس واخذت عليه فند وصارت عليه قصه، اكيد ممكن تكون مساءله، المفروض انت you يعني work towards the objectives that you got the money for. بس إذا غير هيك يعني doesn't matter. طيب، فهلا الريفيو and analysis هون المفروض تحكي بالliterature review إنه والله شو الديزيز هذا، most commonly بالأيج الفلاني. في طبعا هون حكينا عن existing literature مع إنه بالأردن ما كان فيه، وقلنا إنه most common هي strep والكذا والكذا، والenterovirus is the most common حسب دراسة معينة. وقلنا انه اخر دراسه انعملت بالاردن من قبل 10 سنين يعني، ف وين كانت ليكا. To the best of our knowledge, no study regarding meningitis was conducted in the last decade in Jordan. The most recent study was conducted ب 2002، وكانت يعني limited، حتى ما كانت كتير مثل الديزاين تبعنا، كانت فقط عن انتيروفيروس. فالمهم، فبنحكي هلا significance of our work انه this study will aid in creating recommendations and help improve clinical decision making of healthcare providers. يعني بدك تقنعه ليش يعمل الاستدي هاي، بتقول له هاي فائدته انه الدكاتره حيفهموا الديزيز اكثر، هذا بالنسبه لهم ويعرفوا كيف يعالجوا. الميثودولوجي ان هي سيكشنز جاهزه باي ديفولت بالتمبليت، فكنا عم نحكي في عندك الابستراكت، بعدين البروجكت جولز اوبجكتيفز، ريفيو اوف ريليفنت ورك والسيجنيفيكانس اوف ورك. بعدين عندك الميثودولوجي بتقول حنعمل ريتروسبكتيف تشارت ريفيو خلال ال10 سنين اللي مضوا بمرضى المؤسس من 2008 ل 18، وحنشوف الميديكال هيستوري، اللاب ريزلتس، والفيزيكال اكزامينيشن، وذا داتا ويل بي ترانسفير تو اكسل شيت وانلايزد على اس بي اس اس. طبعا انت حر بعدين تسوي اناليسس بجاموفي ولا اس بي اس اس ولا مان ولا ما حدا بيسالك يعني، هذا كله حكي دائما بينكتب، نو ون كيرز، نو ون كيرز اباوت ات يعني. نفس الشيء يعني، في والله مره انا كنت عم بحكي لحدا عن الجاموفي او غيره، بيقول لي بيقبلوه هذا لما تقدم للجورنال. يا ابن الحلال، انا بحياتي ما حدا سالني عن السوفت وير اللي استعملته، تحكي او ما تحكي يعني، ما ولا بيكونوا كاتبين صح بالارتكلز، غالبا بيكونش اصلا كاتبين انه شو استخدموا. احيانا بيكتبوا، احيانا بيكتبوا احيانا لا، بس انه doesn't matter يعني. يعني شغلات these things are trivial يعني، بتنحكى هيك بس للعلم يعني في اغلب الاحيان. هلا احيانا لما يكون خصوصا لو statistical analysis تبعك detailed، او لو عم تستعمل package معينه بالارتفيشال انتليجنس، بادفانسد مودلز، بالريجريشن، ويعني شغلات ادفانسد بصراحه مهم ساعتها تحكي، لانه غيرك بده يستعمل نفس السوفت وير هذا بالضبط، لانه اصلا ما في غيره بيكون بار، غالبا بتكون الشغلات هي. بس اذروايز نو يعني. بس انا طبعا دائما بحكي، انا مثلا بحكي جاموفي ليش؟ مشان ادعو الى هذه الديانه يعني صراحه. انا بحكي عشان مش كثير انه طبعا حرام يعني، انا بدي شعبيته تزيد، لانه الناس ما بتعرف، الناس لساتها مساكين على الانين مع اس بي اس اس، ولساتهم عم بيعانوا بقصه القرصنه والبايرتنج، وساعدوني احمل لك كلام فاضي. فايه مشان شعبيته تزيد، والحمد لله اوريدي يعني اتس فيري فيري كومون صراحه. فهم تحكي مثلا شو هي التارجتد جروب، كل حدا عمره تحت فوق ال 28 داي،
ف 28 لل 100 سنه هو الدياجنوز ات كيو اتش من السنه الفلانيه الفلانيه. هذا مهم الحكي. This will not include immunocompromised patients or those with skull, brain or spine congenital anomalies, injuries, surgeries or foreign bodies. هذا عبارة مهمة. فلأنه لو بدنا نشمل الناس اللي عندهم عمليات بال يعني it makes sense واحد عمل عملية بالدماغ أو بالعمود الفقري he's high risk of infection لأنه نعمل له يعني صار في السكن صار اكسبوجر وهيك exposure. Yes. فنفس الشيء لو عنده والله انومالي مثلا عنده مننجو مايلوسيل لو عنده سباينا بيفيدا الى اخره او لو عنده اميونو كومبرومايزد هو مثلا ماشي على ستيرويدز فتره طويله او يعني فهذا كله بدك توضحه لما تبلش الاستدي تبعك. وبتحكي انه الاكسبكتد اوتكم مثلا انه نعرف شو الموست ريلايبل سيمتومز شو الاوتكمز شو المورتاليتي ريت بدنا نشوف الجندر ديفرنسز وهذا المتوقع مثلا يعني هيك بتحكي the results expected should be compared to the database will allow us to come up with recommendations يعني حكي ممل ما بدي احكي. يسألك هذا السكشن ما بيكون بيشبه سكشن الobjectives اللي قبل شوي حكيت لنا عنه ولا لا؟ هلا هذيك الobjectives هذا اللي بدك تساويه انت شو بدك. انا بدي ادور على المورتاليتي ريت بدي ادور على الميل اند فيميل ديفرنسز هون الاكسبكتد اوتكمز yes, yes. يعني بتقول مثلا انا بتوقع المورتاليتي ريت للفايرال مثلا تو بي less than 1% مثلا او 5% المننجايتس اي اكسبكتد تو بي اراوند 20% وهكذا هيك بدك تحكي او يعني مور فبدك تحكي الاكسبكتيشنز تبعك. صراحه يعني في شويه تكرار بالبروبوزل اي ثينك يو كان سي ذس يعني الميثودولوجي والتارجتد جروب مع بعض ما هي يو ويل تارجت يعني في تكرار. هون تحكي النيم اوف انفستيجيتور طبعا انا مسحت باقي الناس اللي شاركين ما بعرف ما بيحبوا ينذكر اسمهم بس بتحكي فلان فلاني بده يعمل هيك فلان فلان وبتضيف خانات فهذا يعني مهم تحكوا. وصراحة أحيانا لا سمح الله لو بصير في خلافات لاحقا على مين دخل مين ما دخل مين اشتغل أو فهذا يعني ممكن يضمن لك حقك أو يضمن حق غيرك. وهون الرفرنسز طبعا مندلي مثل ما بتعرفوا بتروح بتساوي انسيت رفرنسز. وهون في قسم صراحة ما بعرف ليش عاملينه قسم العربي انه المفروض تترجم وتحط العربي فهي صفحه واحده هي مو يعني ما بيطلبوا منك تترجم كل شيء بس الشغلات الرئيسيه صفحه واحده العنوان الملخص السريع الوصف الاهداف يعني صراحه اظن هي رفع عسل يعني ما حدا بيطلع عليها. ترجمتوها انتوا لما عملتوا لهاي البروبوزر؟ ايه طبعا بس انا لازم مسحته بعدين. هلا نظره سريعه على بروبوزر مشابه هذا اقصر بكثير هذا كتبته الشهر الماضي يمكن اللي هو قصة الفانكومايسين اللي قلت لكم عنها اللي الفكرة اللي خطرت ببالي وحكيت مع الدكتور محمد فيها وإن شاء الله يعني هي لسه هلأ مبلشين يعني إن شاء الله تمشي. ف دكتور أنا بس نعم الفيزر أنت حكيت إنه 100% كان عندهم فيزر ولا 50% كان عندهم فيزر؟ لا ما هي يعني الجهة منفكة 100% حكوا أنا عندي فيزر أو ابني عنده فيزر اشتكوا انه في سخونه يعني او بيرجف او شفته بردان هاي السمت بدك تفرقي بين الساين والسمتم فيفر اها عرفت ات كان بي بوث ساين اور سمت ف نجي لمثال الفانكومايسن صراحه هذا البروبوزال عن جد حلو حبيته يعني اعطيكم مثال عنه لانه فيه شغله دقيقه فهون مثلا حطينا العنوان value of capillary sampling as an alternative to venipuncture for measuring vancomycin levels فحطيت العنوان طبعا مو شرط العنوان اللي هلا قررته تنشر فيه بعدين انت حر احيانا ممكن تغير العنوان to make it more interesting يعني مثل ما قلت لك هي شغله مهمه more interesting و easily كمان discoverable على البوب ميد وغيره فهي شوفوا هذا البروبوزال لسه اقصر بكثير من تبع الماضي لانه هذا والله هي طويله شوي بس otherwise أغلب الحكي هون يعني ما كتبت إلا الضروري مو مثل المرة الماضية فهون مثلا الابستراكت vancomycin is a commonly used drug often monitored using the trough levels قلنا أنه بيقيسوا مستوى بالدم وإذا لقوه عالي بيعدلوا الدوز مشان ما يصير ضرر على الكلى to reduce nephrotoxicity فهذا كله شو بدك تقنع ليش نحن بدنا نعمل استدي عنا بالمستشفى هي بتقول conventional sampling methods however are suffer many disadvantages including technical difficulty
patient discomfort لأنه إذا بدك كل مرة تسلخ المريض إبرة يا حرام بتعذب كتير. Significant blood loss in very young children. تخيل أنت عندك طفل عمره شهر وكل يوم كل يوم يومين بدك تسحب منه blood sample 20 cc. وبعد بتتذكر أنتوا درستوا pediatrics كم عدد ال blood volume بالطفل؟ يعني وبعد اختفى؟ لا 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 اوكي دكتور ما اخذنا بالدياتريكس لحد الحين. انتوا صح صرتوا سنه خامسه عدلوا الخطه صار سنه خامسه يا حسره. يلا المهم احفظوا معلومه من يعني 70 to 100 around 1 يعني 90 to 100 100 mils per kg. ف اذا هو وزنه 3 كيلو يعني 300 ملي جرام 200 300 ملي جرام ملي لتر اسف اوف بلد. فكل يوم بدك تسحب منه 20 سي سي يعني انت ليترالي او عم تسحب 10 سي سي او 5 انت عم تسحب حوالي 5% اوف هيز بلد فوليوم. المهم فهي مشاكل للاطفال على فكره هي يعني اتس ا بيج تشالنج بصير عنده انيميا. ف this study يعني شوفوا الابستراكت فيري ستريت فورورد this study aims to investigate and confirm the validity of skin prick capillary microsampling انه ياخذ تشكوا إبرة مثل كيف تبع السكري قطرة واحدة فقط على الجهاز هيك capillary micro sampling method and verify its potential value as a replacement to classical venipuncture blood sampling method للفانكوميسن إنه من مجرد قطرة واحدة تقيس مستوى بالدم. فهي الgoals objectives إلا نفس تكرار السطر هذا عندنا هون شرحنا يعني literature استشهدنا طبعا حطينا references إنه معروف انه زياده الفانكومايسن تضر بالكلى وانه قياس الليكو انه النفروتوكسيك افكت هذا باد للاوتكمز وبيزيد الكوست والمورتاليتي اتسترا وانه انك شو بسموها هي المونيتورينج اوف دراج كونسنتريشن از هيلبفول للبيشنت اوتكمز هذا الشيء استابليش بالريسيرش. وبعدين بنحكي انه كونفنشنال ميثودز نفس اللي حكينا فوق بس هالمره بالتفصيل اكثر انه conventional methods involve drawing around 1 to 5 mils which is obtained from an arterial line or venous line من كانيولا. unfortunately هي الى drawbacks انه painful وانه repeated وطبعا الممرضة حتى كتير بتتعب لانه الاطفال يعني عروقهم جدا صغيرة وكل يوم بدها تحط ابرة جديدة وبصير اصعب انه تلاقي عرق جديد لانه بتصير خلق يعني كم يعني مرة هون بعدين مرة هون بعدين مرة هون بعدين مرة طب وبعدين خلص سكروا كلهم كل مرة بيصير أصعب. فهون بنحكي إنه هاي يعني لذلك it's very important. فهون بنحكي significance بنحكي إنه micro sampling takes much smaller sample. وفلان الفلاني اللي هو فاليرو هذا PhD student فاليرو ب 2019 reported the first bridging study يلي ساوى فيه الشيء هذا يلي أول من جرب الكابيلاري تيستينج للفانكومايسن بالمقارنة بالنورمال سامبلينج ولقى أنه the results were promising وسجستد that skin prick testing can be a valuable and accurate replacement. فبتحكي أنه this is of interest للهيلثكير professionals and patients alike. نحن بدنا نسرع العملية ونسهل الإبر على التمريض وبنفس الوقت نوفر الوجع على المرضى. This would be a leap in the standard of care in the era of modern medicine. It will make sampling quicker while drawing less blood and will save patients both and both adults and children the misery and discomfort of repetitive needle sticks. فبنحكي إنه الميثودولوجي تبعنا شوف كيف تحكي يعني بوضوح بتقول a sample of 100 hospitalized patients بتحدد يعني مثلا هون بالستدي تبعنا قررنا إنه sample 100 بيكفي يعني من هلأ مثلا يعني طبعا انا سالت الدكتور محمد وسالت شفت الواقع اللي عندنا بالقسم وتقريبا مثلا بالاسبوع بيسحبوا عينتين او ثلاثه فقلنا يعني من هلا مثلا لثلاث شهور يعني اذا بالشهر بناخذ 4 في 3 يعني حوالي 12 15 سامبل يعني حوالي 4 6 شهور بيكون ان شاء الله جمعنا سامبل كافي. فقلنا انه 100 طبعا هذا كمان حسب الستاتستكس بدك تكون عارفان شو الجود سامبل عشان تحكم انه هذا جود انف مو والله تجمع لي 5 بيشنتس وتقول لي بيكفي. فحتحكي a sample of 100 hospitalized patients who are receiving vancomycin while monitoring the plasma concentrations will be approached
patients or their caretakers will be counseled and educated of the value of this study and other patients in the future. هنحكي له انه هي الدراسه مهمه للطب المستقبل ولتخفيف المعاناه عنهم الى اخره. And they will be told that the procedure will involve a slightly, يعني هي هذاك شوف شلون اذا في اي شغله ethical هي كلام بدك توضحها. فبتحكي it will involve a slightly painful need but quick needle stick on the tips of their fingers. لأن هاي الشغلات طبعا ما فيك تعملها للمريض غصب عنه. ما فيك تروح للمريض وتغزه إبرة أو تشكه إبرة زيادة هو ما بيحتاجه لعلاجه هو دون إذنه. في فرق. هلا أنت أوكي المريض إن شاء الله بياخد 100 إبرة بالمستشفى. بس كل هدول الإبر ضروريات لإله هو. معي؟ فتخيل هلا أنت بدك تساوي دراسة مو للمريض هذا ولكن حتفيد البشرية بالمستقبل. ما فيك تشكه فيها دون علمه. على الأقل هيك يعني الإثكس عنا أو يعني الأكسبتد ستاندرز خلينا نقول حاليا. فلذلك بدك توضحها مفهوم؟ بدك تقول له بستأذنك أوكي نحن نشك خلينا يعني شكك هالشكل صغيرة لأنه عندنا 1-2-3 وهي فبدأ يعني permission. If the patient consents to this أو if patients consent to this the standard venous sample لأنه نحن دائما عم نسحب منه الإبرة المعتادة the standard venous sample followed by attaining the extra skin prick capillary blood sample. فالإبرة هو حياخدها حياخدها دائما لعلاجه ولكن هالمرة بنفس الوقت رح ناخد منه الشكة هاي فحناخدهم جنب بعض both will be transported in the same to the laboratory where they will be simultaneously tested using the appropriate methods. The values of both يعني مثلا vancomycin concentration بالفينس طلع 10 وبالكابيلري طلع 11 تمام؟ فهلا حتشوفوا شلون نفتح لكم الاكسل شيت اللي خططناها اللي سويناها مع الدكتور محمد القضاه. طبعا لسه ما بلش يعني هذا لسه حكي ما بلش بس لحتى تفهموا كيف الواحد بيخطط لك وهي فنحن جهزنا الاكسل شيت. فهي الاي دي كالعاده بتلاحظوا طبعا في تشابه مع التمبليت لاني اخذته من التمبليت. بعدين الايج والجندر وعندك الفانكومايسا مثلا الليفل هون 22 وبعدين الستاندرد اللي هي شو اللي هي مثلا من الكابي من الفينوس او من الارتيريال سامبل وهون الكابيلاري اللي سحبناها زياده وهون اللوكيشن لانه احيانا ممكن يختلف هل من راس الاصبع تبع السبابه ولا اذا كان اطفال بتعرفوا من وين بياخذوها من أكون عم بحكي مع حالي أنا لا من الهيل من تحت الكعب. فكمان يعني قلت لحالي ممكن هي معلومة تأثر ممكن تكون مهمة فلذلك خلينا نحكي عنها إذا فينجر تيب ولا هيل مثلا تمام. والأيج كمان مهم ليش لأنه ما بتعرف بركي مثلا كان الميثود هاي تبع الكابيلاري identical أو يعني very close أو يعني reliable للأدلتس بس مو للشيلدرن. ليش؟ لأنه فاليرو يلي عمل الستدي الأولى جربها على الأدلتس فنحن بدنا نشوف كمان فكمان الأيج مش هتنبي همك. وهون في other variables صراحة ما فكر نشملها هل الهيماتوكريت مهم الهيموغلوبين إذا كان أوبيس ولا مو أوبيس البي ام آي يعني. فهيك أنت بتكون عم تجهز الشيت. نرجع هلأ للبروبوزل they will be collected an Excel sheet in pairs to be finally statistically compared. هلا هذا اللي بدي احكي ليش انا فتحت هذا البروبوزل زياده على اللي سبق لانه هون بدك شوف نحن وضحنا الاستاتستيكال ميثود اللي بدنا نساويها. هاي الشيء صراحه مهم انك تعرفه يعني مو ضروري مثل ما قلت بس الافضل تكون عارفان انه لما تبلش ستدي تكون متوقع شو الميثود اللي بدك تساويه سواء انت او الاناليست يعني مش كلكم تعرفوا بس. فبدنا نحكي والله انا نويت انه اسوي اناليسس للداتا يوزينج الباسنج بابلوك ريجريشن اناليسس هيك اسمه هو والبلاند اتمان ميثود وان ان اديشن لليونايتد ستيتس اف دي اي كرايتيريون. في كرايتيريا معينه متعارف عليها حكى عنها فاليرو لما هو سوى اناليسس استعمل التولز هي فانا بدي استعمل نفس التولز. ليش؟ لانه ساينس حلاوته انه يكون فيها كونسستنسي و
replicability. نحن مو حكينا انه لو حدا بيساوي study بعدين واحد تاني بيجي بنفس الميثود وبيلاقي نفس النتيجة بيكون شو شيء يعني شيء بيدعم الستدي الأولى وبيزيد من قوته، بينما لو بتيجي بتساوي analysis بأسلوب مختلف بتشك انه يعني طريقة الطريقة أثرت. فلذلك نحن هنستعمل نفس الميثود اللي استعمله الشخص الأول اللي عمل الستدي الأولى تبع 2019. Targeted group قلنا أنه adults and children above one year of age. مثلاً أنا حددت فوق السنة. ليش؟ يعني أصلاً صراحة أنا يعني يمكن يكون قليل أنه النيونيتس ينسحب منهم. أو ممكن ما يرضوا أهليهم. كتير منهم يمكن ما يرضوا أنه تنسحب منهم عينة. فحبينا نكون السامبل شوي قريب على بعضه. بغض النظر ممكن تقول لي مثلاً فقط adults. أتكينج عبدالله هو receiving vancomycin therapy in addition لل undergoing therapeutic drug monitoring. ليش هي العبارة؟ لأنه مو كل حدا بياخد فانكومايسن بينسحب له سامبلز دائما للكونسنتريشن. أحيانا إذا هو وضع كليته ممتازة هو medically free حياخد short course of فانكومايسن ما بيسوي له سامبلينج، بيعطوه على يعني empiric treatment على عمياني من دون ما يعدلوا الدوز. فيعني لذلك عم نقول أكيد يعني الناس اللي already عم ياخدوا الإبرة ليشوفوا الكونسنتريشن حنطلب منهم نشكون الإبرة الثانية. We expect the results. حنقول إنه والله we expect to cross validate the initial report by Valero et al. In that capillary microsamples are closely related to venous blood samples with a mean difference of less than one microgram. طبعاً هو دائماً حيكون في فرق، ما في شيء اسمه copy paste. Yes. ولكن نحن بنتوقع إنه the differences are extremely small. To the point that it doesn't matter clinically, or you can use it as a replacement. فهذا اللي يعني اللي عم نحكي عنه. This would provide strong evidence for advocating the shift of vancomycin sampling from the conventional means to the new microsampling technique, both at KUH and other centers. يعني فعلا لو الدراسة انعملت ونجحت ولقينا نفس الكونكلوجن تبع فاليرو، خلاص بنصير ممتاز. يلا بالمؤسس كلياته المرضى بيرتاحوا. وباقي يعني السنترز ان شاء الله كمان بصيروا خلاص بياخذوا نفس التكنيك وبيساووه. فنفس الشيء بتعمل جدول بتقول فلان يعني الدكتور فلان كذا، دكتور محمد بده يكون الرول تبعه هيك هيك هيك، انا مثلا هيك، بتقسم بتحط. وطبعا غيره نحن ممكن نفوت اذا فات ناس تانيين نفس الشيء، وبتحط الريفرنسز. وبعدين انا هو مثلا الترجمه ترجمته يعني صراحه يعني انا بنمغص لما اطلع عليها، بس مو متعودين نحن نقرا بالعربي. بس بتقول هي قيمه العينات الدم الماخوذه بيوخز الاصبع كبديل للاسلوب التقليدي، مستويات الفانكومايسين الدمويه في كذا وهكذا، وبتقدمه وبتقول يا رب. طبعا البروبوزل لحاله بده يمكن شهرين لين قبل بلس ماينس، فالشغله شوي بتطول. وكمان لو في فاندنج راح تتعذب اكثر، بتطول اكثر. طبعا ما هو بده يفاصلوك على المصاري. بالضبط صح. Yes. فهاي هي يعني غطينا البروبوزال اليوم، غطينا الداتا كولكشن سكيلز، طولنا فيها زياده عن اللزوم، كان في كمان اسئله كثير حكينا عنها، ان شاء الله استفدتوا. في حدا عنده اي شغله حاب يسال عن الشغلتين هذول؟ اذا بتقدر اغلبك مش عارف تحط لنا هذول الفورمز ولا صعب، ولا لسه ما قدمتهم الاشياء تاع عن البروبوزال، او واحد منهم مثلا مثال على البروبوزلز اللي اعطيكم هلا الفاكو مايسل لسه شوي ماشيين فيه، بس نعطيكم المنجايتس. وبلا يعني الشغلة خذوا هذا المنجات بوزن لكم، حابعته على الريسيرش ووركشوب. تذكرت شغلة لعبادة. عبادة ليس موجودا، عظيم جدا، هو خسران بس على كل حال بحكيه، ويعني هو ان شاء الله بعدين يستفيد منه ولا غيره كمان. What do you think it... راف عم تسأل. راف ما بعرف ليش دائما مايكا مسكر، دائما هي الوحيدة بتحكي بالشات. دكتور بيلا، what do you think of attending research conferences because there are a lot of people who travel for conferences, is it that important? انه انت يعني مفيدين، انه صراحه انا هلا ما صح لي للاسف ما صح لي احضر وحده لانه لعده اسباب، يعني I'm not gonna spend 1000 دينار مشان اروح واجي بس مشان احضر هالكونفرنس واخذ الشهاده. It's a bit too much for me. بس لو في شغله بالاردن وكذا وصحت لك كان بي نايس صراحه، ممكن تستفيدي منها. حسب ما حضرت صراحة مشان احكي عنها كتير، ممكن صراحة تفيدك عموما، يعني توسع أفقك، تتعلم شوي زيادة عن الريسيرش. إذا أنت مهتمة بمجال معين تشوفي شو عم بيصير فيه، كمان ممكن تكوني فيه علاقات معارف، ممكن تصير عندك فرص، ممكن يعني هي الشغلات ممكن تصير، تتعرفي هناك على ناس كذا يصير عندك فرص تعملي ريسيرش كمان معهم.
صراحة opportunities كان يعني عن جد ما فيني اشرح بما فيه الكفاية. في يعني ممكن تجيكي opportunities من حيث لا تحتسبي. انا يعني قلت لكم اعملوا research gate account واوركيد account، وكمان بقول لكم على لينكد ان هذا مفروض موقع بتعرفوه كمان. انا اجتني فرصة research، واحد شاف اللينكد ان تبعي. شو اللي صار؟ قال لي يعني مرة فتحت انا اللينكد ان على السريع، فتحت ولقيت مسج من دكتور، فقال لي يعطيك العافية هيك هيك هيك، يعني أنا فلان الفلاني من جامعة كذا، اللي يرموك هو كان، وقال لي حاب أحكي معك وشوف إذا يعني ممكن نشتغل ريسيرش مع بعض. قلت له أهلا وسهلا، وحكينا على التليفون مباشرة. قال لي أنا كنت عم شوف اليوتيوب تبعك، وبعدين بمقطع من الفيديو شفت أنك عم تحكي عن دكتور محمد القضاء فاكتشفت أنك بالأردن. بعدين سويت لك ستوكينج على لينكد ان ولقيت معلوماتك وتواصلت معك. ف ميك يور سيلف افيلبل بكل مكان، شو ما فيسبوك تويتر لينكد ان ريسيرش جيت وات ايفر، وحط الداتا تبعك يعني والايميل و ممكن تجي لك فرص. نفس الشيء الكونفرنسز، اذا فيك تحضرها تخلينا نقول ريزونبل كوست او اف اتس ايزي فور يو دو ات ممكن يعني. وكمان الشغله الثانيه ايجابيه ثانيه غير الريسيرش نفسه، بس بتاخذ اظني دائما يعني مفروض تاخذ شهادات او حضور او هيك، وهي يعني ممكن ترفقها بالسي في تبعك ان شاء الله بعدين، قد تكون شوي داعمه خلينا نقول للانترست. طبعا يعني ديفينتلي قيمه الشهاده انك حضرت كونفرنس ساعه ولا ساعتين زمن، مو مثل انك عملت ريسيرش. فيعني مو شرط هيكون لها الامباكت، بس ممكن تحطهم جنب بعض يعني. الشغله بدي اولى هي كانت لعباده، بس عباده مو هون. لما حكى المره الماضيه عن قضيه انه تتذكروا الاي بي او بلاد جروب، طب يا دكتور يعني طالما البي فاليو تحت 0.05 مو المفروض تمام؟ فهي يعني هي كانت شغله مفزعه، ومثل ما قلت هي ليست ورشه ستاتستكس لحتى نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله. لما سالتها دكتور مين بدور والله انا ملخبط معناته. يلا حلو منيح، معناته حتستفيد. يلا منيح انت موجود. فمثل ما قلت هي ليست ورشه ستاتستكس، ان شاء الله لما تدرسوا حالكم تعرفوا اكثر عن الموضوع وهاو تو ديل وذ ذس، وبتتدرجوا. ولكن مثل ما يعني شغلة مهمة دائما يعني always keep it in mind، ما في alternative للcommon sense، وما في يعني لما يكون sample size صغير دائما you should be skeptical. فهي شغلة واحد، ومثل ما شفنا بالستدي هذيك كان السامبل تبعه at best borderline إن لم يكن صغيرا يعني. وكمان مثل ما قلت يعني لما يكون في other red flags، لما يكون في هيك 10 يعني ممكن الشغلة نفسها ما فيها مشكلة، بس لما يكون في جنبها 4 red flags لا بتصير في مشكلة. كمان شغلة هذا اللي بدنا نقوله، لذلك حملت أنا بحب صراحة شرح بالميمز، فحملت الميمز هذول ميمز يعني عريقين ما سويتهم مشانكم، بس اطلع عليها يا بدور. أنا على البوردر لاين يعني. وصلتك الفكرة؟ أنا يعني أحسن شرح أنا يعني بحب الساينتفك والميديكال ميمز لدرجة. ففعلا the best way to explain it is like this. There is nothing. هذا الشيء دائما بينقال تريليون مرة، والناس لسه يعني they are not يعني للأسف يعني it's طبعا it is spreading and being accepted، بس it is difficult to spread it كمان لأنه الأكاديميكس أو الدكاترة بيعملوا ريسيرش ليسوا expert statisticians لحتى يطبقوا المعلومات هاي. بس فعلا دائما statisticians بيقولوا لك ما في شيء magical عن الكت اوف تبع 0.05، يعني فرقت بالله عليك كتير إذا 47. هم هذا الرقم اختاروه يعني عجبهم اختاروه، بس هو اختيار arbitrary given أنه يعني رقم 1 من 20 is accepted chance. طبعا في كتير شغلات ممكن تنحكى عن p-value ما هحكيها هلأ، بس the p-value doesn't mean the chance that your conclusion is wrong أو due to chance. يعني لما أقول لك الconclusion تبعي هيك والpi value 0.05 لا يعني إنه احتمال إنه كلامي غلط 0.05. yes. الموضوع أعقد من هيك، في كتير عوامل. الريسيرش ديزاين إذا كان نفسه biased هي مصيبة، إذا في confounders بتغير. فما يعني خلينا بالضبط بدور أسألك هيك سؤال أظن حيوضح الحكي بدل ما أحكي حكي معقد. أسألك سؤال، أنت طالب طب صح؟ شو احتمال انك طالب طب؟
شو احتمال أني طالب طب أني بروح كلية الطب مثلا ولا في إثبات عملي؟ يعني ما تتهرب من السؤال، أنا عم بسألك شو احتمال أنك طالب طب، يعني بدي نسبة. 100%. أوكي، يعني شو يعني أنت عندك يقين أنه أنت طالب طب؟ حلو. هلأ افترض أنا عملت سؤال أو يعني كويستيونير أو تست معين، والمفروض أنه التست هذا ديزاين بحيث أنه لو بتجيب تحت العلامة الفلانية it predicts أنه أنت لست طالب طب، تمام؟ فوالله أعطيتك التست هذا وأنت جبت تحت العلامة هاي، وقلت أنه أنت وفلان وفلان يعني الطلاب الباقيين هدول ليسوا طلاب طب، والبي فاليو 0.0 whatever 3 0.01، هل أنت حتصدق الكونكلوجن هذا؟ ما هو اصلا انت بتعرف يقينا انك طالب طب، فماي بي فاليو مينز ناثينج. صحيح. فالبي فاليو الناس بيفهموه غلط. ان شاء الله لما تدرس ستاتستكس بتفهموا احسن، بس خلاصته انه اتس جاست ا ماثيماتيكال ميجر تو تيل يو يعني هاو ويرد او رير يور فايندينجز ار ماثيماتيكلي سبيكينج، بس ات كان بي هاكت. ممكن يكون فيه اخطاء بالكونكلوجن بالميثودولوجي، كونفاوندرز، ستدي ديزاين غلط، انتربريتيشن غلط، خطا داتا اناليسس خطا، هذا كله بيلعب دور. فليست قضيه انه خلص هدول 20 ستدي البي فاليو تحت 0.05 بصدقهم، لا هي مو هيك. رح تلاقي على فكره كثير ستديز للهوميوباثي وما هوميوباثي وبيقول لك الابر وما ابر وزيت كذا وكذا بيعالج، وحتلاقي بي فاليو صغير. ففي كثير شغلات بتلعب دور هون، وحتلاقي شغلات بالنجوم تبع الأبراج بيقول لك الناس اللي تبع البرج الكذا وبرج الميزان وهيك ما بيمرضوا أمراض قلب، أو الريسك تبعهم بمرض القلب أقل. هذا كله بي هاكينج. إفري ويلسون حكى عن شوي منه وغيره، يعني إن شاء الله لما تقرأ أكثر بتطلع عليه أكثر، بس حبيت أنا أحكي عن هالموضوع. فكلها عوامل ما فيك تغفل عنها. شغلة تانية بدي أحكي عنها، هي ميم تانية اطلع عليها يا بدور، ده كله من صنع يدي يعني، لأن هذا من الواقع اللي أنا بعيشه. فأول ريسيرش it's very limited by many things، منه الـ small sample. شوف حتى لو بيفاليو تبعك صغير small samples are always bad. الشغلة الثانية missing هذا المتوفر ايه بالضبط، نحن بنحاول نحل مشكلة قدر الإمكان بس بيضل في limitation. فالـ missing data مشكلة تانية، خصوصا لو الـ data missing ليست randomly، يعني الميسنج في بايس انه ما تجمعت لانه مختلفه. ففي عندك البي هاكينج والهاركينج، هذول مصطلحات صعبه ما بدي احكي عنها. هي هاركينج اختصار لي هايبوثيسايزنج افتر ريزلت از نون. حاعطيك انا ريفرنسز تقروها وتطلعوا عليها لحالها. بنطلع على هي اخر واحده your results are statistically significant. هلا شو هي، شو معناتها هي؟ نرجع للمثال تبع الاي بي او بلاد جروبس. هي كلها بس هيك استدراكات اخيره قبل ان شاء الله ما نسكر، نحن خلصنا. لما حكينا 7 كانت هاي ايه، ف 0.0047 كان الريزلت. هلا اوكي significant، خلينا نقبل الحكي هذا، بس شو كان الكوفيشنت اللي هو بيقيس الحجم الفرق اللي هو بسرعة السباق؟ كان 0.0 كان شو رقم كان point ثلاثة وبعدين point 0.0007 أو 0.07، فولا شيء ما حتفرق ثواني بالسرعة. فالماجنتيود أو الأفكت سايز مهم. نفس الشيء لو أنا بكرة عملت لك يعني مثال آخر كدراسة أنت حتعمله، عملنا دراسة وقلت لك إنه مثلا أنت عندك الأيس إنهيبتر whatever، يعني خلينا نقول الكابتوبريل ولا غيره انالابريل، هاي الايس انهيبيتر، وجبت لك انا دواء جديد سميت لك يا دروبي داكس، وعملت عليها الكلينيكال ترايل ولقيت لك انه هو سبيريور انه بينقص الضغط اكثر، يعني عملنا مقارنه ستاتستيكلي بيناتهم على التي تيست مثلا، وقلت لك انه الافرج مثلا بالجروب تبع الانالابريل اللي هو ستاندرد اوف كير خلينا نقول كان اتفولو اب، كان الضغط الدم 140 على 90، والدروبي داكس كان 138 على 81 نقص 2 من الطرفين، يعني 139 على 79 whatever، او فرق صغير يعني مثل هيك.
2-3 مليمتر مركوري. هل do you think I have given you enough يعني good evidence إنه you should buy my drug or you should give it to your patient؟ هلا أوكي أنا أثبتت إنه نفترض إنه ال p value بالضبط ال p value كان 0.05 أو حتى 0.0001 بس ال magnitude الفرق كقياس جدا جدا ضئيل. فهل متوقع انت الريسك للام اي وال يعني السايد افكتس تبع الهايبرتنشن كثير حتنقص بالبيشنت تبعك اذا اعطيته الدراج تبعي؟ طبعا لا. فانت ككلينيشن في كومن سنس هذا الافكتس هو حقيقه الكلينيشنز اللي بيهمهم عن جد هو الافكت سايز وليس البي فاليو, وهذا الشيء اللي الساينس ناو از تراينج تو موف تووردز ات وتو تيتش. طبعا هذا للاسف ما يعني لسه يعني ما له هالشهره بالكورسز او الطلاب والجونيورز لسه ما بيعرفوه. Hopefully إن شاء الله the awareness increases, بس هذا فعلا المهم. الماجنتيود هي اللي بتهم الدكتور وليس البي فاليو. البي فاليو يعني it's something secondary مشان تثبت الهايبوثيسس, بس أنت كدكتور بيهمك الفرق, فرق كبير ولا صغير. إذا فرق صغير يمكن ما يهمني. طبعا على فكرة طبعا حتى لو كان يفترض شوي كان الفرق أكتر أو الدواء تبعي كان لسه بينقص الضغط أكتر, still بدك replication للستدي, بدك stronger evidence. يعني ممكن الدرج تبعي بتعرف بدي عدة الترايلز أو فهي كلها things you have to take into consideration. بركي يا أخي دروبي هذا زور الداتا تبعه وهذا الشيء بيصير. فهي كلها كل common sense you have to keep it يعني during interpretation of studies. فهذا اللي بينقاس. نحن حكينا عن ما حكينا عن الكونز دي يعني الإفكت سايز دائما you have to think of it. لذلك في عندي هالتو studies أو most studies two researches بدي ببعتهم على الجروب storage teaching material p hacking هدول التنتين. ففي two PDFs ما حقراهم أنا, بس حبعتهم على الجروب وبيطلع عليهم بدور وغيره. فالأولى عنوانها common misconceptions about data analysis and statistics, حلوة كتير البيبر 7 صفحات. والثانية common pitfalls in statistical analysis, هي عبارة مهمة انتبهوا, no evidence of effect versus evidence of no effect. No evidence of effect versus evidence of no effect. يعني أحكي بالعربي بركي وضحت. مو زي اللي قبل شوي حكيت فيها. قلت قبل نص ساعة. علم بالعدم لا يعني أو عدم العلم لا يعني علما بالعدم. ففي فرق. يعني مثلا أنت عملت قارنت مثلا دوايين وطلع البي فاليو بيناتهم الفرق 0.010 و 0.7 ولا yes. فهل هذا يعني انه الدوايين نفس بعض؟ لا, انت ما اثبتت انه نفس بعض, انت فشلت في اثبات انه احدهما افضل من الاخر. والعباره جدا يعني في فرق كبير بين العبارتين, انه اثبتت انه احدهما افضل من الاخر واثبتت انهما متساويان وفشلت في إثبات أن أحدهما أفضل من الآخر. فالمهم يعني فيكم تطلعوا عليهم بعدين شوي. صراحة هدول advanced, أنا ما بدي I don't want to overwhelm you, لذلك طبعا ما حأشرحهم. أنا بس حأعطيكم يعني أطراف الخيط عليكم الـ PDF حين بعتوا على الجروب. هلأ ككاريكولوم خلينا أو كبداية شوفوا البلايليست اللي حكيت عنه, شوفوا الكتب اللي ذكرتها, شوفوا بعض اليوتيوب توتوريالز الفيديوهات كلها اللي نزلت لينكاتها, وبعدين يعني articles فيكم كتير تقرأوا. البي هاكينج يعني موضوع كبير, بس يعني البيبرز هدول صراحة يعني مو هلأ يعني هلأ يمكن تلون شوي صعبين. إذا درستوا statistics شهر شهرين زمان ثلاثة رجعتوا بعدين لألون راح تفهموا أكتر بكتير. وصراحة مثل ما يعني كمان شغلة تانية, هي الشغلات مو كلها بتحتاجوها هلا, بس انتم دائما حاولوا تتعلموا لانه ما بتعرف المعلومه امتى بتفيدك. يعني انا قرات كتاب ميديكال ستاتستكس ات جلانس اللي بعثت لكم اياه على حكيت عنه على الفيسبوك وبعثته كمان على الواتساب قبل هيك. هذا الكتاب 180 صفحه يعني فيه حوالي طبعا فيه كتير تيستس بس فيه كتير شغلات يعني حوالي 20 30 صفحه شغلات هلا يعني قريتها وانا بعرف انه ما بحتاجها. بس بعدين سبحان الله لما كنت بالبير ريفيو بفرونتيرز لما كنا عم نناقش البيبر تبعنا مع الريفيور هداك انتقد على البيبر تبعنا شغله وقال انتوا لا انتوا مو مساويين الاناليسس للشغله الفلانيه, كنا حاطين الارقام بس من دون ما نسوي الاناليسس, قال انتوا ما سويتوا اناليسس هون وكلامكم خطا.
فرحت سويت أناليسس بالشغلة اللي ما كنت مهتم فيها أول شيء. يعني أنا تذكرت أنه مذكورة بالكتاب، رحت رجعت للكتاب لقيت الموضوع هذا قريته منيح، ورحت قريت عنه زيادة على اليوتيوب وعلى من كتاب تاني، تأكدت أني فهمان الموضوع منيح وطبقته وسلمت للريفيور واقتنع الحمد لله. فالفكرة أنه مو كل الستاتيستيك تحتاجوه مرة واحدة، مثل ما قال الدكتور محمد حرام يعني ما don't be overwhelmed، ما تحاولوا تتعلموا مرة واحدة، لأنه اصلا ما بتتعلموا عن جد لحتى تصير يعني هاندز اون، تصير بالموقف الحقيقي. فانتوا تعلموا البيسكس، فمن من المصادر اللي ذكرت لكم اياها. ماشي، يعطيكم العافيه، خلص خلصنا نحن حكي. فان شاء الله تكونوا استفدتوا من الورشه هي، ان شاء الله بكره تقدروا تبلشوا البروجكت تبعكم وتكون يعني ناجحه. ارجو منكم هلا بعد شوي ان شاء الله راح ينزل الفورم على الفيسبوك الفيدباك، ما تبخلوا بالفيدباك وبالتعليقات، كل شيء بيخطر ببالكم قولوا لي اياه بالتفصيل. كمان انا هحكي انه بالانجليزي حيكون مكتوب على كل حال، فما تبخلوا باي فيدباك، ان شاء الله بتفيدكم بتفيد اللي بعدكم. واذا باذن الله بيوم الايام حدا منكم نشر بيبر، وانا متاكد ان شاء الله يعني في 25 واحد شارك او 24 صاروا يعني، واذا ضفنا عمرو وساره هي صاروا 26، فأنا متأكد إن شاء الله إنه راح ينشر عدد من البيبرز من هلأ لسنتين ثلاثة جايين. فإذا حدا نشر بيبر يشارك معنا، يروح على الفيسبوك على كذا وتابع على الكومنت يحكي أنا هيك، يبعث لي على المسنجر مشان أنا أشوف اللي اشتغلوا يعني، وحكون أنا جدا فرحان باللي صار. ماشي، يكون إنه أعرف إنه الوركشوب هي كان له تأثير يعني حي على الطلاب. الله خير. بالعكس، نتكلم بالأكنيشمنت تاع الريسيرش بيبر. نعم، شو قال بدور؟ لأنه عبادة هاي بتكون في سيكشن acknowledgement أو إيش زي هيك. acknowledgement؟ يس. لمين؟ يعني قصدي يعني إنه للمشروع حاط المفروض. أكيد أكيد يعني ليش لا، ما تبخل. يعني الحلو يعني acknowledgement بسيطة جدا، إنك تكتب special thanks to دكتور محمد القضاه and بلال دروبي for their efforts in their in teaching young students. ما تحكي ريسيرش وركشوب، حيكون منظره هيك مو حلو. احس انه شو انه اطفال يعني كوركشوب، ولكن for the efforts in teaching research in our institute ولا whatever، اكيد يعني هي الشغله بتكون حلوه ومشكوره يعني. اهلا وسهلا فيك، مرحبا. القصه اللي حكيت عنها دانا، الايميلز ما حكى شيء مهم صراحه عن الايميلز يعني. طيب، فيعطيكم العافية جميعا. أي حدا عنده أي أسئلة على كله الفيسبوك حتكون جاهزة. ماشي، ونشوفكم إن شاء الله يعطيك ألف عافية، وشكرا لك على جهودك معنا. الله يعافيكم، شكرا كمان لحضوركم، أنا كلياتكم كنتوا يعني أعضاء فعالين وI enjoy teaching you يعني. الله يعافيكم، مع السلامة. ألف عافية. أنا حكيمي بعد الساعة 10 فصل معي النت شوي، فبقدر بسيطة ولا يهمك، بقدر أحصل على الكود الشيء إن شاء الله. بعدين إذا بتقدر تنزل لنا خاصة الريكورد هذا، بينزل إن شاء الله بعدين، مو هلأ، بدي أتناقش كمان مع دكتور أحمد وبعدين بيجهز إن شاء الله. شكرا يعطيك العافية، مع السلامة، الله يعافيك.